ملفات بوليسية. شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة. لا تنسى الاشتراك في القناة لتتوصل بالجديد، وإذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك ومشاركة الفيديو مع الأهل والأحباب والأصدقاء. أواخر القرن الماضي مطلع التسعينيات، شهد المغرب حملة تستهدف أباطرة المخدرات والذين يتملصون من دفع الضرائب والمهربين المتعاطين شتى أنواع التهريب، ولم يفلت من تلك الحملة عدد من المرتشين من رتب مختلفة في الشرطة والجمارك وإدارة الضرائب. كان الكل يعلم أن الفساد لا يولد يتيما، وقد تم تشكيل فرقة خاصة تضم ممثلين من مختلف المصالح التي تعنى بالزجر، وأوكل إليها البحث والتنقيب في ملفات كل الأشخاص الذين يشتبه في تورطهم في تلك القضايا وإنجاز المساطر لتقديمهم إلى المحاكم. جل الأظناء أودعوا السجن قبيل انطلاق المحاكمات، كان معظمهم من وجهاء مدنهم ومناطقهم، وكان بعضهم من سامي المسؤولين في عدد من المصالح، وها هم الآن يتقاسمون فضاء الزنازن مع مجرمين أدينوا في قضايا مختلفة، بدءا بالسرقة باستعمال العنف وانتهاء إلى القتل بصيغه المختلفة. كان من تداعيات تلك الحملة التي يذكرها كثيرون أن عددا من رجال المال والتجار غادروا إلى الخارج خوفا من أن تنالهم الحملة أو سحبوا أموالهم من البنوك وجمدوا الكثير من مشاريعهم. كانت الشائعات وقتها تفعل فعلها، وكانت المعلومات التي تتداول على نطاق واسع وأغلبها لم يكن صحيحا تفعل في وسط المقاولين فعل النار في الهشيم. في سجن عكاشة بالدار البيضاء كان عدد من موظفي الأمن ومصلحة الضرائب والجمارك وقطاع التأشير يمضون عقوبات حبسية بعد إدانتهم في قضايا مختلفة. كانت أيام السجن قد جعلتهم يرتبطون بصداقة، وقد اتفقوا على اللقاء بشكل دوري بعد أن يمضوا عقوباتهم، وكذلك كان. وصادف إنهاء آخرهم عقوبته الحبسية تلك الحملة التي تستهدف المهربين وأباطرة المخدرات ومن هم في حكمهم من المتهربين من دفع الضرائب وغيرهم. التقت المجموعة وكانت تتكون من سليم المخاطر ضابط الشرطة السابق الذي كان يعمل في الدار البيضاء وحكم عليه بسنة سجنا في جريمة أخلاقية كان في أواسط عقده الرابع. ضمن المجموعة أيضا إدريس مغلال وكان يعمل مفتشا في إدارة الجمارك وأمضى في السجن عاما ونصف العام بعد إدانته في قضية ارتشاء. كان العنصر الثالث في تلك المجموعة عزيز المرتدي الذي كان يعمل في مكتب للتعشير وأدين في قضية سرقة. كان الثلاثة قد تعودوا المال السهل والإنفاق بسخاء، وهم الآن في وضع يختلف تماما عما درجوا عليه سنوات طوالا. في لقائهم ذاك المساء كان موضوعهما البحث عن مصادر للحصول على المال. كان سليم المخاطر ضابط الشرطة السابق يقتعد كرسي الزعامة في تلك المجموعة، وبعد تقديم ضمنه كل المعلومات التي تخص الحملة وما يروج في شأنها انتهى إلى أن الأمر الآن في يد فرقة خاصة تتولى النظر في كل الملفات والبت فيها. تأسيسا على تلك المعطيات اقترح سليم المخاطر أن يكون الثلاثة فرقة موازية تتولى حملة ابتزاز تستهدف كبار التجار والعاملين في مجال الاستيراد والتصدير. كانت الشائعات ومعلومات كثيرا ما رددت صداها الصحف تتحدث في كل مرة عن لائحة فيها فلان وفلان، وكذلك أفتى سليم المخاطر بضرورة إعداد قائمة بأسماء التجار الذين سيكونون هدفا لعملية الابتزاز، وهم أولئك الذين لم تتم المنادات عليهم. وحتى تكون الخطة محكمة فقد تقرر توفير كل ما يجعل الضحايا يصدقون أنهم سقطوا فعلا في قبضة فرقة تنفيذ أهداف الحملة. وضع إدريس مغلال رهن إشارة الفرقة الوهمية منزلا في ملك أخيه يقع أطراف الدار البيضاء. كان شقيقه يعيش في المهجر بأوروبا ولا يأتي إلى ذلك المنزل إلا في العطلة الصيفية. تم تجهيز الغرف لتتخذ شكل مكاتب. صار المنزل يشبه إلى حد كبير مفوضية للشرطة. كان سليم المخاطر خبيرا بما كان يدور في مثل تلك المقرات الخفية للمصالح الأمنية،
وحتى لا يدع مجالا للشك لدى من سيتم استقدامهم إلى هناك، فقد عمد الثلاثة إلى تسجيل صوت رجل يتألم لفرط ما يتعرض له من ضرب أثناء عملية تحقيق وهمية. كانت تسمع في التسجيل أصوات رجال يشتمون الشخص الذي يتألم ويصرخ، كانت توجه إليه إهانات كثيرة. كان عزيز المرتدي الذي عمل في مكتب للتعشير هو من تولى وضع قائمة بأسماء رجال الأعمال والصناعة الذين تربطهم بالخارج علاقات تجارية، فالفترة التي أمضاها في مكتب التعشير إلى أن قبض عليه وأدين بتهمة السرقة كانت كافية ليعلم الكثير عن علاقات عدد من زبناء المكتب، وكان يعلم أن الكثير مما كانوا يقومون به لا يخلو من شبهة وإن كان الظاهر منه يبدو سليما. تأسيسا على تلك اللائحة وضعت خطة تحرك الفرقة الوهمية. كانت الخطة تقوم على مباغتة الواحد من أولئك التجار في مقر شركته، حيث يقوم سليم المخاطر وعزيز المرتدي بالقبض عليه ثم يرغمانه على مرافقتهما إلى المفوضية على متن سيارة سوداء تشبه تلك السيارات التي تستعملها مصالح الأمن وتحمل لوحات معدنية مدنية. ما أن يركب الشخص المقبوض عليه حتى توضع على عينيه عصابة تأخذ السيارة وجهة ضاحية الدار البيضاء إلى ذلك المنزل الذي تتخذه العصابة مقرا أمنيا للتحقيق والاستنطاق. نجحت العصابة في أول عملية لها، وتم ابتزاز أحد التجار الذي دفع 200,000 درهم قبل أن يتم إطلاق سراحه، بعد أن وقع على تعهد بأن يتوارى عن الأنظار شهرا كاملا. أوهمه الثلاثة بأن الغرض من ذلك عدم إثارة انتباه رؤسائهم إلى أنهم أخلوا سبيله. مكث في إحدى غرف ذلك المقر يومين على مدى ليلتين لم يذق طعم النوم، فقد كان يسمع في بطن الليل صراخ رجل يتعرض للتعذيب وتوجه له شتائم مهينة ومذلة وتهديد بما هو أقسى إن هو لم ينطق بالحقائق كاملة. كان آخر ما يسمعه كلما اقترب موعد الفجر أنات لا تتوقف وأصوات أبواب تفتح وتقفل. كان الثلاثة موقنين بأن جو الخوف الذي يعم أوساط التجار ورجال الأعمال من جراء كل ما يروج حول الحملة كفيل بأن يضمن لهم أن الواحد من أولئك الذين يبتزونهم لن ينطق ببنت شفة. غالبا ما كان المستهدفون ممن يحسبون كل صيحة عليهم، إذ يتمازج في أعمالهم وأنشطتهم ما هو قانوني بما هو غير مشروع، ولذلك فإن العصابة كانت تتحرك دون أن تكون لدى أفرادها مدعاة إلى الخوف أو الحيطة حتى. كان نجاح أفراد العصابة في الحصول على 200,000 درهم في عملية واحدة مما فتح شهية أفرادها على المضي قدما ومواصلة عملياتهم. كانت اللائحة التي أعدها عزيز المرتدي تتضمن أسماء يعد أصحابها من كبار الفاعلين في النسيج الاقتصادي بالدار البيضاء. كان في جملة تلك الأسماء اسم الحاج بن ناصر العشباوي، وكان تاجر أثواب معروف وصاحب معمل للملابس الجاهزة، له علاقات مهمة مع شركاء في إسبانيا وإيطاليا وهولندا. كان في جملة أنشطته المناولة التي تقتضي استيرادا مؤقتا للأثواب التي تتم خياطتها ثم إعادة تصديرها. صباح يوم جمعة ترصد إدريس مغلال وعزيز المرتدي وصول الحاج بن ناصر إلى مكتبه في إحدى عمارات شارع الزرقطوني، ولما وصل وركن سيارته باغته الاثنان ولم يكن قد خطا سوى بضع خطوات الى مدخل العماره، ثم ارغماه على ركوب السياره السوداء. وضعت على عينيه عصابه. بالنسبه لعصابه الثلاثه فقد كان الحاج بن ناصر صيدا ثمينا ظفروا به. لما ادخل الحاج بن ناصر العشباوي السياره السوداء التي كانت مستوقفه غير بعيد وضعت على عينيه عصابه، وبالرغم من سمكها الذي كان يحول دون رؤية أي شيء فإنه خمن، هو العارف بالمسافات بين أرجاء الدار البيضاء، أن الرجلين يقودانه خارج المدينة. فالمسافة التي قطعتها السيارة بدت له أطول من كل مسافة بين أحياء وسط الدار البيضاء. ثم توقفت السيارة، نزل السائق وفتح باب مرآب، أدخلت السيارة، وقبل أن يطلب من الحاج بن ناصر النزول سمع الباب يقفل. أنزل من السيارة
ظلت العصابة على عينيه. صعد برفقة من معه إلى الطابق الأول، سمع بابا يطرق من الداخل، أتى صوت به حزم وصرامة يقول: ادخل. فتح الذي كان يمسك بذراع الحاج بن ناصر الباب، سمع قرقعة حذاء كتلك التي تصدر عن الجندي حين يؤدي التحية. أجلس الرجل على كرسي ثم نزعت العصابة عن عينيه، وجد نفسه أمام رجل يجلس وراء مكتب. كانت على المكتب في إطار زجاجي رفيع لافتة كتب عليها: العميد ممتاز محمد الدارس. كان الجالس وراء المكتب ينظر إليه بوجه بملامح هادئة، كانت تلك النظرة توحي إلى الحاج بن ناصر أنه في ضيافة واحد من رتباء الشرطة. بعد لحظة أخرج من درج المكتب ملفا، وقد تعمد أن يظهر للحاج اسمه المكتوب عليه بخط كبير: بن ناصر العشباوي. ثم قال: لقد ورد اسمك في لائحة الأشخاص المطلوب التحقيق معهم في بعض العمليات التجارية التي أجروها مع الخارج، وحتى تمر العملية بسلاسة فالمرجو منك أن تجيب على الأسئلة التي سوف نطرحها عليك بكل وضوح. استرسل الجالس وراء المكتب: وفي حال عدم إبدائك التعاون المطلوب فإننا سوف نكون مضطرين إلى استعمال العنف. في تلك اللحظة بالذات تناهى إلى أسماع الحاج بن ناصر صوت رجل يتعرض للضرب، كانت الصياط تهوي عليه محدثة صفيرا، كان يصرخ ويتألم، وكان صوت رخيم يرد بشتائم مهينة ويتوعد بالمزيد إذا ما لم تكشف كل الحقائق. كان الجالس وراء المكتب يحافظ على ملامحه الهادئة، وكان جبين الحاج بن ناصر يتصبب عرقا وهو يسمع صوت الرجل الذي يتألم في الغرفة المجاورة. وفجأة طرق الباب. ادخل، قال الجالس وراء المكتب. حسب الحاج أن الجلاد قد جاء ليمضي به إلى حيث تعتصر الاعترافات، ولكن الذي دخل قدم للجالس وراء المكتب مجموعة من الوثائق ثم انسحب وأغلق الباب. تصفح الرجل الأوراق ووجه كلامه إلى الحاج بن ناصر قائلا: لدينا كشوفات للحساب البنكي لشركتك، وهي تبين مبالغ هامة دخلت الحساب ثم تم سحبها. رد الحاج بن ناصر بأن تلك الأمور لا يمكن له أن يقدم شروحات بشأنها، وأن محاسبه هو الكفيل بذلك. في تلك اللحظة ظهر الغضب على وجه الجالس وراء المكتب وزمجر في وجه التاجر الستيني: إنك تدفعنا الآن إلى أن نلجأ إلى استعمال العنف، لدي تعليمات واضحة أن أصل إلى الحقائق بكل الوسائل المتاحة لدي. في الغرفة المجاورة انطلق تسجيل مختلف لشخص يتعرض للتعذيب. التفت الحاج من حوله، بدا شاحبا، لقد أيقن أن الذين جاءوا به إلى هنا عازمون على أن يذيقوه ما لم يذقه طوال حياته. هو لا يعلم ما الذي يريدون الوصول إليه على وجه التحديد، ويحسب أن أعماله نظيفة. صحيح أنه كان يسوق تلك الملابس الجاهزة التي ترفضها المراقبة بضخها مباشرة في درب غلف واجتناب إدراجها ضمن الحسابات، ولكنه لا يظن أن ذلك يستحق ما هو فيه الآن. كان يتحدث إلى نفسه، تملكه الرعب، وذاك ما كان يسعى إليه سليم المخاطر، ذلك الجالس وراء المكتب والذي أعاد طرح الأسئلة وانتقل إلى اتهام الحاج بن ناصر بأنه راكم ثروة خرافية في ظرف وجيز عن طريق إرشاء رجال الجمارك الذين كانوا يغضون الطرف ويقدمون له تسهيلات عديدة. قال له إن اعتراف عدد منهم وهم الآن رهن الاعتقال هي التي قادت إليه. كان فيما قاله الذي يراه الحاج بن ناصر من رتباء الشرطة يتضمن بعضا من الحقيقة، ولم يكن الحاج بن ناصر الوحيد من بين رجال الأعمال الذي لجأ إلى خطب ود الجمركيين ومسؤولي المصالح المختلفة. كان صوت الرجل الذي يصرخ ألما يأتي من الغرفة المجاورة، كان الشتم والإهانة وصفير الصوت. مضى سليم المخاطر الذي يحمل الآن اسم العميد ممتاز محمد الدارس يخاطب الحاج بن ناصر، قال له إن الثراء الذي بلغته وبلغه الذين مثلك
تنسيكم أن الذين يوجدون اليوم رهن الاعتقال لأنهم يسروا لكم سبيل الإثراء غير المشروع لا يملكون ما يوفرون به مسكنا لأسرهم ولو بعد سنوات طويلة من الخدمة. فهم الحاج بن ناصر الرسالة التي أراد العميد ممتاز المزعوم تمريرها، ولذلك بادره بالقول إنه على استعداد لمساعدته على الحصول على مسكن لائق على أن يكون المقابل محو اسمه من اللائحة. تظاهر العميد المزعوم بأن ما قاله الزبون يمسه في كرامته، نهض وتظاهر بأنه سيصفعه، قال لولا سنك لصفعتك لقاء ما فهت به، ولكن الحاج بن ناصر تماسك وقال لا داعي إلى المزيد من التوتر ولا داعي لإضاعة الفرصة. عرض بن ناصر مبلغ 500,000 درهم، أمسك العميد المزعوم عن الرد، نظر إلى الحاج بن ناصر بعينين شاحظتين، ضاعف الحاج المبلغ إلى 100 مليون سنتيم. في تلك اللحظة ضغط رئيس المركز على زر، سمع رنين في الممر، ثم دخل رجلان قال لهما إن بن ناصر يساومه ب100 مليون سنتيم، وطلب من أحدهما أن يبلغ الرئيس بالأمر وأن يؤكد له أن الرجل جاد في عرضه. مضى الاثنان وبعد ساعة أو ما يقرب من ذلك عاد يحملان بشرى قبول الرئيس بالعرض. كان الشرط أن يكون الدفع نقدا وأن يسافر الحاج بن ناصر إلى الخارج فورا ويمضي شهرا متواريا عن الأنظار. من هاتف المكتب اتصل بن ناصر بأحد معاونيه الأقربين وطلب منه إعداد مبلغ 1,000,000 درهم ووضعه في حقيبة وأن يأتي به على متن السيارة رباعية الدفع التي في مرآب الفيلا إلى محطة وقود تقع قرب عمالة عين سبع، وأن يسلمها لرجل سيأتي إليه وينطق بكلمة السر اسم صفية. في الوقت ذاته اتصل الحاج بن ناصر بولده وطلب منه أن يحجز له تذكرة سفر بالطائرة مساء ذلك اليوم إلى مدريد أو باريس أو إلى أي عاصمة أوروبية أخرى. لم يدع له فرصة للسؤال، قال له إنه سيعلم التفاصيل لاحقا. عصر ذلك اليوم تم تسليم 100 مليون سنتيم، وفي حدود 7 مساء حمل الحاج بن ناصر العشباوي معصوب العينين وترك وسط الدار البيضاء. من هناك استقل سيارة أجرة وتوجه إلى المطار، كان ولده في انتظاره. في تلك الليلة بات في باريس. بعد الحاج بن ناصر تمكنت العصابة من الإيقاع بتاجر آخر وحصلت منه على 30 مليون سنتيم. مر شهر ثم عاد بن ناصر إلى الدار البيضاء، كان يخشى أن يعتقل في المطار ولكن لا أحد سأله ولا اعترض سبيله. ولما التقى أحد التجار العاملين في حقل النسيج وكان قد استدعي للتحقيق معه سأله عما دار بينه والمحققين، أخبره الرجل بأن أعضاء الفرقة التي تولت التحريات أناس صارمون. سأله عما إذا كان تعرض للضرب أو التعذيب، نفى الرجل أن يكون تعرض لأي شيء من ذلك. كان ما علمه من التاجر كفيلا بأن يجعله يشك في أمر من اعتقلوه واستنطقوه وابتزوه. تمكن ولده من أن يجمع كل المعطيات الخاصة بالحملة وتوفرت معلومات تؤكد أن اسم بن ناصر العشباوي لم يدرج في أي من لوائح المبحوث عنهم. تأسيسا على ذلك قرر الحاج بن ناصر التحرك، سعى إلى مقابلة رئيس الفرقة المكلفة بالتحقيق مع المطلوبين في إطار تلك الحملة، أيقن بأنه لم يكن مطلوبا وحكى له ما تعرض له. لم تكن لديه حجة ملموسة، ولكن العميد رئيس فرقة التحقيق انتبه إلى أن الحاج بن ناصر اتصل هاتفيا بمكتبه وبولده فسأله عما إذا كان استعمل هاتفه الشخصي. رد بن ناصر بأنه استعمل الهاتف الثابت الذي كان في ذلك المركز. وباعتماد الوسائل القانونية تم الوصول إلى صاحب الاشتراك الهاتفي، كان شقيق إدريس مغلال الذي تم استدعاؤه وأكد أنه لا يكون في المغرب إلا في العطلة الصيفية وأن أخاه هو من يتولى الاعتناء بالبيت في غيابه. كانت الطريق سالكة إلى إدريس مغلال، ومنه تم الوصول إلى سليم المخاطر وعزيز المرتدي. تم القبض على 3 وقد تمكن الحاج بن ناصر من التعرف عليهم، وتم تقديمهم أمام النيابة العامة وأمرت السلطات القضائية بحجز الأموال التي كانت مودعة في حساب كل واحد منهم.
ملفات بوليسية. شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة. لا تنسى الاشتراك في القناة لتتوصل بالجديد. وإذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك ومشاركة الفيديو مع الأهل والأحباب والأصدقاء. أم الصبيان عرفت الرباط في العام 61 سلسلة من عمليات سرقة المواليد حديثي العهد بالولادة، وقد تسببت تلك العمليات الإجرامية في حالة من الخوف والهلع بين الحوامل المقبلات على الوضع. كان على المحققين أن يقوموا بأعمال مراقبة طالت كل دور الولادة والمصحات في الرباط، وتطلب ذلك جهدا كبيرا ووسائل بشرية هامة لفك اللغز. فلتطمئن الحوامل والوالدات ولا خوف على الصبيان، لن نخوض فيما قيل وما لم يقل بعد في أم الصبيان، تلك التي قيل إنها تسقط الأجنة من الأرحام وتخطف الصبيان وتضرب قدراتهم البدنية والعقلية. لن نخوض في تلك الأمور حيث تتلاقى الخرافة بالمعتقد الديني على مسرح أعرق الثقافات الإنسانية. ملفنا اليوم يعود بنا إلى العام 61 من القرن الماضي. كان المغرب قد استقل منذ بضع سنوات. في ذلك العام توصلت شرطة العاصمة بعدة شكايات تتعلق باختفاء أو خطف أو لنقل سرقة رضع حديثي الولادة. طرحت على مصالح الشرطة القضائية 7 ملفات، ولم تمكن الأبحاث من الوصول إلى تفسير للغز، لغز اختفاء أولئك الرضع. في ذلك العام 61 900 و1000 كان عميد الشرطة الممتاز حميد البغدادي قد عاد قبل أسابيع من دورة تكوين في فرنسا، وقد أسند إليه وكيل الملك مهمة البحث والتحقيق في تلك الملفات بعد أن أعفى منها ضابط الشرطة المكلف بالأحداث في تلك السنوات البعيدة. كانت قضايا سرقة الأطفال تدخل في صلب اختصاصاته. انكب العميد الممتاز حميد البغدادي على دراسة تلك الملفات، كان يريد أن يطلع على تفاصيلها قبل أن يسند التحريات الميدانية إلى فرقته. ركز العميد في دراسته على القواسم المشتركة وما يمثل الاختلاف بين تلك الملفات 7 التي بدت وكأنها أعجزت المصالح الأمنية. كانت الأسر المكلومة بفقدان مواليدها ساعات بعد الولادة تتهم الأجهزة الأمنية بالعجز. استنتج العميد أن كل العمليات، عمليات خطف المواليد، تمت في مصحات للخواص هي دور للولادة. في تلك المرحلة من تاريخ المغرب كان يرخص للقابلات بمجرد تقديمهن شهادات تكوين بفتح مصحات خاصة للتوليد. في الغالب الأعم كانت تلك المصحات تقام في فيلات ومنازل لم تشيد لتكون منشآت طبية. ما استنتجه العميد أيضا أن أيا من دور الولادة تلك لم تشهد تكرارا لعملية الخطف أو السرقة، وبدا أن من يقف أو يقفون وراء سرقة المواليد حديثي الولادة يختارون أهدافهم بدقة. في الغالب الأعم تكون مستهدفة الحوامل اللواتي تأتين منفردات أو اللواتي يتضح ألا سند قوي لهن. إثر تلك الدراسة المتفحصة للملفات المطروحة أوكل العميد البغدادي إلى أعضاء فرقته مهمة أولى تمثلت في زيارة المصحات التي شهدت اختفاء أو سرقة المواليد حديثي الولادة وحصر لوائح تتضمن أسماء العاملين في تلك المصحات من قابلات وممرضات وغيرهن. وقد كشفت تلك اللوائح أن ممرضات كثيرات لا تعملن بشكل دائم في تلك المصحات، بل كن من ممرضات الصحة العمومية وتعملن بشكل دوري أثناء العطل الأسبوعية وفي أوقات الراحة في تلك المصحات ودور الولادة الخاصة. كان يتحتم تنقيط كل تلك الأسماء التي جاء بها الباحثون، لم يكن ضمنها أي من الأسماء المعروفة لدى الدوائر الأمنية. استرعى اهتمام الباحثين اسم ممرضة واحدة اسمها فاطمة الهواج، وكانت حاضرة في كل المصحات وفي كل يوم اختفى فيه مولود حديث الولادة. كان حضورها ذاك يكفي ليضعها موضع شبهة. قرر العميد وضعها تحت المراقبة. استمر الحال كذلك شهرا أو ما يزيد دون أن يتمكن الباحثون من رصد ما يمكن الاعتماد عليه لإلقاء القبض عليها.
كانت التحريات التي أجريت حول المرأة قد أفادت بأنها تشتغل بشكل دوري مع دور الولادة، وقد رأى الباحثون أن ذلك ما جعلها تتواجد في مؤسسات مختلفة. ومع أن الشكوك حولها قوية، فقد لا يستبعد أن تكون صدفة، والصدفة فقط هي التي جعلتها توجد في المصحات التي عرفت اختفاء مواليد حديثي الولادة وفي اللحظات التي اختفى فيها أولئك الأطفال. بعد أكثر من شهر شهدت فاطمة الهواج مساء 24 من غشت من العام 61 وهي تدخل إحدى دور الولادة. كانت في جملة دور الولادة التي لم تنلها سرقة للمواليد، وكانت تديرها مواطنة فرنسية تقدم بها العمر، كانت قابلة معروفة في الرباط، وبسبب سنها المتقدم صارت تقصر عملها على فحص الحوامل ثم توكل مهمة التوليد إلى قابلات وممرضات كن يعملن لديها لقاء نسبة معلومة من كلفة كل عملية توليد. في جملة أولئك كانت الممرضة فاطمة الهواج. كانت الساعة قد تجاوزت 8 مساء ما أن أبلغ العميد البغدادي بدخولها المصحة، حتى أصدر تعليماته إلى كل أفراد فرقته لتكثيف المراقبة على دار الولادة تلك ودون إثارة الانتباه. بعد ساعة وصلت إلى باب دار الولادة سيارة أجرة، نزلت منها امرأة حامل كانت وحيدة. فتح باب دار الولادة ودخلت المرأة. كان العميد البغدادي قد انتقل إلى جوار المكان وكان على متن سيارة مموهة يتابع عن كثب. ظلت غرف عدة في البناية مضاءة، وفي حدود الثانية صباحا شاهد المراقبون سيارة فاخرة تصل إلى جوار دار الولادة. ثم خرجت فاطمة الهواج وهي تحمل تحت معطفها ما بدا رضيعا، سلمته لامرأة كانت على متن السيارة ثم عادت إلى الداخل. تحركت السيارة الفارهة، أعطى العميد تعليمات إلى رجاله بالإبقاء على مراقبتهم لدار الولادة ثم تتبع السيارة. توجهت إلى حي أجدان. في زنقة فرنسا دخلت إحدى الفيلات. أوكل العميد إلى بعض مساعديه مراقبة تلك الفيلا، وقد أبلغوه أنه ما أن انبلج الصبح حتى سمعت الزغاريد تأتي من الداخل. كان الناس يحتفلون فيما يبدو بحدث سعيد. وكان العميد البغدادي قد اتصل برئيسه وسأله ما إذا كان بإمكانه أن يقتحم الفيلا، ولكن الرئيس لم يوافق وأمره بالتريث والإبقاء على المراقبة. علم الباحثون أن تلك الفيلا هي سكن لأحد الأعيان يدعى مراد المرابط، وكان رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية على معرفة بالرجل، وارتأى أن يتصل به هاتفيا، زعم أنه اتصل به ليهنئه بالمولود الجديد. لم يخفي السيد المرابط استغرابه لتلك المكالمة الهاتفية من مسؤول أمني، ومع ذلك فإن رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية علم أشياء من الرجل، إذ قال له بما بدا عفوية أن عائلته احتفلت بمولود ذكر ازدان به فراش ولده. مضى الرجل إلى أن ذلك المولود أعاد لم الشمل، فقد كانت زوجة ابنه قد هجرت بيت الزوجية وعادت إلى أهلها، لم تكن تستسيغ أن يعيرها زوجها بأنها لا تلد سوى البنات، وقد رزق 3 بنات، ولما وضعته ذكرا أرسلت في طلب زوجها لتباهيه. تلقى العميد البغدادي الأمر بأن يحول نظره عن تلك الفيلا في زنقة فرنسا، ولكن التعليمات كانت واضحة، عليه أن يشدد المراقبة على الممرضة فاطمة الهواج. في سياق التحريات حولها علم الباحثون أن دخلها الشهري لا يتجاوز 1000 درهم، ومع ذلك فإنها كانت لا ترتدي من الثياب إلا فاخرها، كما أنها تملك سيارة أمريكية الطراز. كانت فاطمة تسكن شقة فخمة في عمارة بحي أجدال. علم المحققون أيضا أن تلك الممرضة لم تكن متزوجة، وكانت تستقبل بشكل شبه منتظم نساء كثيرات أجنبيات كن تقمن عندها أسبوعا أو أسبوعين ثم تختفين، ذلك ما قاله بواب العمارة. كل تلك المعلومات كانت تصب باتجاه المزيد من الشك في فاطمة الهواج، ومع ذلك
فإن العميد حميد البغدادي ظل يفضل التريث. في السابع من شتنبر شهدت المرأة وهي تدخل مصحة للولادة في حي حسان. هذه المرة كانت الساعة تشير إلى السادسة مساء. في التاسعة أغلقت أبواب المصحة بعد أن غادر آخر الزوار. كانت فاطمة ستمضي ليلة في المداومة فيما يبدو، ولذلك رابط حول المصحة عدد من رجال الأمن. في العاشرة جاءت امرأة حامل، كان يغالبها المخاض وكانت وحيدة. فتحت الممرضة الباب وأدخلتها. لم يحدث بعد ذلك ما يلفت الانتباه. وفي حدود الثالثة صباحا وصلت سيارة سوداء، نزلت منها امرأة وتوجهت إلى الباب الخلفي للمصحة. بعد دقائق عادت إلى السيارة وهي تحمل ما بدا مولودا، ركبت وانطلقت. تبعتها سيارة مموهة كان على متنها مفتشان. أخذت السيارة السوداء وجهة حي أجدال، وقد استغرب المفتشان أنها قصدت العمارة حيث تقطن الممرضة. لما نزلت المرأة من السيارة سمع صراخ المولود، وتأكد للمفتشين أن الأمر يتعلق بسرقة مولود حديث الولادة. أبلغ العميد البغدادي بتلك المستجدات وحضر على الفور إلى حي أجدال. أمر أعوانه بالإبقاء على المراقبة. في السابعة صباحا تلقت قاعة المواصلات بمفوضية الشرطة مكالمة تبلغ عن اختفاء مولود بعيد الوضع في مصحة بحي حسان. توجه العميد إلى المصحة استجوب النفساء التي كانت في حالة انهيار لفرط صدمتها، وتعمد أن يكتب المحضر بخط يده. لما سأل الممرضة فاطمة أجابت بأنها نامت بعد الجهد الذي بذلته في توليد تلك المرأة. سجل أقوالها وطلب منها أن توقع على المحضر، ثم دعاها لترافقه إلى المفوضية. أركبها سيارته، وقد فاجأها لما أخذ وجهة شقتها. قال لها إنه يريد تفتيشها، وكانت تحاول أن تحول بينه وذلك مدعية أن لا شيء في تلك الشقة، ولكن العميد كان مصرا. دخل الشقة. في الصالون كانت تجلس ثلاث نسوة أجنبيات، وقد حملت إحداهن الوليد في حضنها. ادعت المرأة أنه ابنها، بينما تلكأت الممرضة. كان العميد البغدادي واثقا الآن من أنه تمكن من أن يجمع كل الأدلة التي تثبت تورط الممرضة فاطمة الهواج في سرقة المواليد من دور الولادة. لم يكن هناك متسع آخر للمراوغة. اعترفت بأنها باعت المولود إلى تلك الأجنبية لقاء قدر من المال. قالت إن الصفقة كانت تقتضي توفير وثائق رسمية تثبت أن التي اشترت المولود هي التي وضعته، وذلك حتى تتمكن من إدراجه في سجلات الحالة المدنية. ألقي القبض على فاطمة الهواج وأحيلت على القضاء. تبين من اعترافاتها أنها باعت أكثر من سبعة مواليد، وأن أغلبهم غادروا إلى بلدان أوروبية. استغرق البحث الزهاء ثلاثة أشهر. بعدها فقط تمكنت شرطة الرباط من إقفال واحد من الملفات التي هزت الرأي العام في العام 1961. ملفات بوليسية. شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة. لا تنسى الاشتراك في القناة لتتوصل بالجديد. وإذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك ومشاركة الفيديو مع الأهل والأحباب والأصدقاء. جثة في مزبلة السوق. عند مدخل وكالة بنكية في مراكش تعرض رجل لهجوم ثلاثة ملثمين، أسقطوه أرضا واستولوا على كيس كان يحمله. كان في الكيس 1,500,000 درهم. لم يتمكن المحققون بعد عدة أيام من الوصول إلى الجنى. شهرا بعد ذلك الاعتداء في مزبلة سوق الخضر بباب دكالة بمراكش تم العثور على جثة مقطعة الأوصال داخل كيس بلاستيكي. صارت مصالح الأمن تتعرض لضغط شديد، بينما لم تكن التحريات تتيح تقدما بالسرعة المطلوبة. في 28 يونيو من العام 10 و2000 في حدود الساعة 10:15
تلقت مصالح الأمن الوطني بمراكش اتصالا هاتفيا من مدير وكالة بنكية تقع في جليز، وقد أبلغ عن عملية اعتداء تعرض لها في باب الوكالة محاسب لشركة النهضة بينما كان يغادر ومعه مبلغ مالي هام. نظرا لخطورة هذا الاعتداء أسرع إلى عين المكان العميد الإقليمي رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية مراد أبو العواطف، كان معه عدد من مساعديه. كان الضحية ملقى على الأرض وقد تحلق حوله بعض موظفي الوكالة البنكية وكثير من الفضوليين، كان مغمى عليه. قال شاهد من موظفي الوكالة البنكية إن الذين هاجموه 3 ملثمون استعملوا بخاخا مخدرا للسطو على الكيس الذي كان يحمله. تعذر استجواب الرجل وتم نقله على عجل إلى المستشفى. علم العميد أبو العواطف من القائمين على الوكالة البنكية أن مجموع ما كان يحمله الرجل محاسب شركة النهضة 1,500,000 درهم. علم أيضا أن المبلغ كان يتكون من أوراق من فئة 200 درهم لم تستعمل من قبل، وقد توصلت بها الوكالة من بنك المغرب منذ يومين. كانت المعلومة ذات فائدة هامة بالنسبة للبحث، فقد طلب العميد الأرقام التسلسلية التي كانت ضمن الرزم التي تسلمها المحاسب. عصر ذلك اليوم استعاد محاسب الشركة الوعي. زاره في المستشفى العميد أبو العواطف. كان ما فاه به الرجل يتطابق تماما مع تلك المعلومات التي حصل عليها العميد من مسؤولي الوكالة البنكية. في الحقيقة لم يكن في تلك المعلومات ما يمكن من التعجيل بإلقاء القبض على الجنى. وعلى مدى عدة أيام تواصل البحث، نظمت عمليات تطهيرية وتم استجواب عدد من المشبوه فيهم ولم يتسنى الوصول إلى شيء. بدا الجناة 3 الذين نفذوا الاعتداء وقد تبخروا أو ابتلعتهم الأرض. شهرا بعد ذلك الاعتداء الذي وقع في جليز تحديدا في 29 من يوليوز من العام 10 و2000، توصلت مصالح الأمن بإشعار من الشركة التي تتولى التدبير المفوض للنظافة تبلغ فيه عن اكتشاف جثة بشرية في مزبلة سوق الخضر والفواكه بباب دكالة. فجر ذلك اليوم كان أحد عمال النظافة بصدد جمع كومة من النفايات إذ وقع على كيس يحمل آثار دم. لما فتحه فاجأه وجود أعضاء بشرية، كان اكتشافا رهيبا. على عجل تحرك إلى باب دكالة والي أمن مراكش والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف. من معاينة أولى للكيس تبين أن الأمر يتعلق بجثة رجل شاب تم تقطيعها. تلقى العميد أبو العواطف التعليمات من الوكيل العام للملك بمباشرة إجراءات نقل تلك الأعضاء البشرية إلى المستودع البلدي للأموات والعمل على تحديد هوية القتيل. في عين المكان عدا ذلك الكيس الملطخ بالدم لم يتم اكتشاف أي شيء آخر. انتقل العميد أبو العواطف إلى المستودع البلدي للأموات. كانت قد مرت ساعتان على نقل تلك الأعضاء البشرية إلى المشرحة، ولما وصل كان الطبيب الشرعي قد وضع كل محتويات الكيس على طاولة التشريح، وقد ثبت من خلال المعاينة أن كل تلك الأعضاء تعود إلى رجل واحد. كان شابا أبيض البشرة قوي البنية، وكانت موشومة على ذراعيه عدة رسوم لأفاعي وعقارب وعلامات أخرى مبهمة. قدر الطبيب الشرعي أن يكون الرجل في العقد 3 من عمره، وأنه قتل قبل أقل من 24 ساعة، كما استنتج أنه حاول مقاومة قاتله أو قتلته. كانت تقديرات مجرد تقديرات، بينما كان على العميد أبو العواطف أن يستجلي حقيقة الرجل ويتحقق من هويته، ولذلك طلب رفع بصماته. لحسن حظ المحققين فإن أصابع الجثة المقطعة كانت تتيح رفع بصمات واضحة. 3 ساعات بعد ذلك لم يكن الشاب مقطع الأوصال نكرة، صار له اسم وسجل كامل من المعلومات تخصه. فما أن عرضت البصمات
على قاعدة البيانات حتى نطقت بأن الأمر يتعلق بمغربي ذكر اسمه الحسين الخلوي من مواليد مراكش في العام 84-900 وألف. نطق سجله أيضا بأنه ذو سوابق وأن آخر عقوبة حبسية قضاها صدرت ضده في العام 2005، وكانت مدتها 5 سنوات قضاها في سجن علي أموم الذي غادره في 21 مارس من العام 2000. عدا الجثة المقطعة للحسين الخلوي، كان في ذلك الكيس الذي اكتشف في مزبلة سوق الخضر بباب دكالة قميصان وسروال، كانت ملابس بها بقع دم. لوحظ أنها ليست من مقاس شخص واحد، في الأمر ما يسترعى الانتباه ويستفز الفضول. كانت المعلومات التي توفرت حول القتيل الحسين الخلوي تحيل المحققين على الفترة التي قضاها في سجن علي أموم. انتقل المحققون إلى هناك، كان الهدف التعرف إلى الأشخاص الذين تقاسم معهم الزنزانة، وعلى وجه التحديد أولئك الذين كان يميل إليهم أو يميلون إليه أكثر. كان المحققون يركزون بحثهم على السجناء المنحدرين من مدينة مراكش، ولم تكن المهمة صعبة. ضمن قائمة حملت عدة أسماء لسجناء سابقين وحاليين، استوقفت اهتمام الباحثين 3 أسماء لسجناء سابقين كانوا قد أدينوا في عمليات اعتداء على أشخاص بغرض سلبهم ما كان بحوزتهم أو لأسباب تمس الأخلاق. بعد الاستماع إلى 3، لم يثبت للمحققين ارتباطهم بمقتل الخلوي، ولذلك أخلي سبيلهم وإن ظلوا تحت المراقبة، وهي مهمة أوكلت إلى متخرجين حديثا من المعهد الملكي للشرطة لم يكونوا معروفين لدى الجمهور الواسع. بدت التحريات وكأنها تسير باتجاه طريق مغلق. كانت التحقيقات مستمرة منذ 2 أسبوع الآن دون أن تلوح في الأفق إشارة ما إلى قرب الوصول إلى قاتل أو قتلة الحسين الخلوي. ولم يكن في سياق تلك التحريات ما يشير إلى وجود صلة ما بين جثة مزبلة سوق الخضر في باب دكالة وعملية السطو التي وقعت منذ نحو 1.5 شهر عند باب وكالة بنكية في جليز. كانت الصحف المحلية تبدي اهتماما كبيرا بالجريمتين، وكانت مصالح الأمن تتعرض لضغط شديد، وكانت مقالات الصحف تشدد على تزايد قلق الساكنة إزاء تفاقم الجرائم، وتتحدث عن انعدام الأمن في جهات كثيرة من مراكش. كل ذلك كان يمثل ضغطا شديدا على المصالح الأمنية خاصة وعلى السلطات المحلية بشكل عام. في ولاية الأمن بمراكش كان يعمل في مصلحة الشرطة القضائية مفتش قضى في الخدمة ما يزيد عن 35 عاما، وكان سيحال على المعاش بعد أشهر بنهاية العام 2000. ومع أنه لم يكن مشاركا في التحقيق حول جريمة القتل وتقطيع الجثة التي تعرض لها الحسين الخلوي، فإنه كان يتابع أصداء التحريات، دافعه في ذلك حسه المهني القوي. ذات صباح تقدم لدى العميد أبو العواطف وطلب تمكينه من إعادة الاستماع إلى أحد السجناء السابقين 3 الذين تقاسموا الزنزانة مع الخلوي في سجن علي أموم. وافق العميد، ففي النهاية ليس هناك ما يمكن خسارته. في ذلك اليوم أحضر الرجل إلى مكتب المفتش العرب الرغيوي. كان السجين السابق يعرف المفتش الرغيوي، كما أن المفتش كان يعرفه لفرط ما تعاطى مع قضايا تورط فيها. استمع إليه 3 ساعات، وقد استشعر أن السجين السابق يخفي معلومات ما، ورجح أن يكون سبب تكتمه الخوف، ولذلك قاده إلى مكتب العميد الإقليمي مراد أبو العواطف. ولما مثل أمامه طلب المفتش من العميد أن يطمئن السجين السابق بأنه لن يأتي ذكر لاسمه في التحقيق إن هو أفضى بكل ما لديه. كان العميد يأمل أن يتيح تدخل المفتش الرغيوي منفذا لتقدم التحقيق، ولذلك وافق على أن يحتفظ باسم الرجل طي الكتمان. إذ ذاك نطق السجين السابق، قال إن الحسين الخلوي الذي عثر على جثته مقطعة في مزبلة السوق
كان شديد العطف على سجين مغربي كان قد تم ترحيله من فرنسا إلى المغرب لقضاء عقوبة حبسية بعد أن أدين في عملية سطو على إحدى المؤسسات البنكية في باريس. اسمه خالد المرزقاني. علم المحققون بعد أن زاروا من جديد سجن علي أموما أن خالد المرزقاني بعد أن غادر السجن توجه للسكن مع والدته في حي رياض الزيتون بمراكش. ومع أن المفتش العربي الرغوي أثبت للمحققين الشباب أن الخبرة تتيح أشياء تبدو أحيانا متعذرة أو عسيرة المنال، فإنه نفسه لم يكن لحظتها يعلم أنه وضع التحقيق على مسار لم يكن حتى العميد الإقليمي أبو العواطف يتوقع ما سيحمله من مفاجآت. ولما خرج خالد توجه إلى موقف السيارات القريب، رآه الذي يقتفي أثره وهو يفتح سيارة رباعية الدفع. ضحك بوعزة باستخفاف وقال إنه حين يتعلق الأمر بشخص لا يعرفه فإنه يصر على أن يكون الدفع نقدا. قال للضابط إن خالد أتاه بأوراق نقدية جديدة كانت كلها من فئة 200 درهم. تقرر القبض على خالد المرزقاني. لقد بينت التحريات أن عمليات السطو التي شارك فيها في فرنسا جعلت منه مجرما خطيرا. لم تكن التحريات قد أحدثت ثغرة حقيقية باتجاه الوصول إلى قاتل أو قتلة الحسين الخلوي الذي عثر عمال النظافة على جثته مقطعة داخل كيس بلاستيكي في مزبلة سوق الخضر بباب دكالة بمراكش فجر 29 من يوليوز من العام 10 و2000. وجاء تدخل المفتش العربي الرغوي الذي كان سيحال على المعاش خلال أشهر بنهاية العام 10 و2000 لتمنح التحقيق نفسا جديدا. فقد طلب إعادة الاستماع إلى سجين سابق كان يتقاسم الزنزانة مع الخلوي. وبعدما طمأنه بحضور العميد الإقليمي رئيس مصلحة الشرطة القضائية بمراكش بأن اسمه لن يذكر، نطق السجين السابق بمعلومة هامة إذ قال إن الحسين الخلوي وقد كان ذا قوة وبأس ومهابا بين السجناء كان يعطف على سجين مغربي كان قد رحل من فرنسا لقضاء عقوبة بالسجن من 5 أعوام بعد إدانته في قضية عملية سطو على وكالة بنكية في باريس. كان الشاب يدعى خالد المرزقاني. وعلم المحققون بالعودة إلى سجله في سجن علي أموما أنه مزداد بنواحي ورزازات، وأنه بعد أن غادر السجن ذهب للسكن مع والدته في رياض الزيتون بمراكش. علم الباحثون أن المرزقاني والخلوي غادر السجن في الشهر نفسه أي في شهر مارس من العام 10 و2000. توجه المحققون إلى حي رياض الزيتون بالمدينة العتيقة. كانت والدة خالد المرزقاني تسكن بالرقم 36 في زنقة الفقراء. كانت المهمة التي تولى الإشراف عليها الضابط الممتاز أحمد البودريسي تتمثل في مراقبة المنزل وتحركات خالد. لم تكن هناك تعليمات بالقبض عليه. كان الضباط الذين أوكلت إليهم عملية المراقبة قد تعرفوا إلى ملامح خالد من خلال صورة حصلوا عليها من إدارة سجن علي أموما. بعد 3 أيام رأوه يدخل منزل والدته التي كانت تعيش مع زوجها الثاني وأبنائها 3 منها. لم يمكث طويلا في منزل والدته وخرج. تبعه أحد الباحثين. توجه إلى زنقة الجزارين. هناك فتح باب منزل قديم. لم يخرج سوى في اليوم التالي في حدود 10:00 صباحا. وأثناء المراقبة علم المحققون من بقال في زنقة الجزارين أن خالد العائد من فرنسا من حيث تم ترحيله يسكن في منزل والده، وأن ذلك المنزل ظل مهجورا لسنوات طويلة. لما خرج خالد توجه إلى موقف السيارات القريب، رآه الذي يقتفي أثره وهو يفتح سيارة رباعية الدفع. سجل الضابط أرقامها. كان طبيعيا أن يتم البحث في خلفيتها. تم عرض أرقام تسجيلها على المصالح المختصة وتأكد أن السيارة في ملك خالد المرزقاني وأنه اشتراها قبل 2 أسابيع من رجل اسمه بوعز المنقوش يسكن في مدينة بنغرير.
كان على الباحثين أن يزوروا المالك السابق للرباعية الدفع، كان عنوانه مدونا في ملف السيارة. لما قابلوه علموا منه أنه باع تلك السيارة إلى خالد المرزقاني ب100,000 درهم، وأنه لم يسلمها إليه حتى أنهى إجراءات تسجيلها في اسمه. سأل أحد الضباط الرجل عما إذا كان خالد قد دفع ثمن السيارة نقدا أم أنه دفع بواسطة الشيك. ضحك بوعزة باستخفاف وقال إنه حين يتعلق الأمر بشخص لا يعرفه فإنما يصر على أن يكون الدفع نقدا. وإمعانا في التفصيل قال بوعزة للضابط إن خالد أتاه بأوراق نقدية جديدة كانت كلها من فئة 200 درهم. استوقف ذلك التفصيل الضابط الممتاز أحمد البدريسي، وكان قد سمع حين التحقيق حول عملية السرقة التي تعرض لها محاسب شركة النهضة في باب وكالة بنكية في جليز أن اللصوص وكانوا 3 سطوا على كيس كان الرجل يحمله وبداخله 1,500,000 درهم. سأل الضابط الرجل عما إذا كان ما زال محتفظا بتلك الأوراق النقدية. ضحك بوعزة مرة أخرى، قال إنه تأكد من سلامة الأوراق النقدية وإنه أودع نصفها في حساب بنكي ويحتفظ بالنصف الآخر في المنزل لإدارة تجارته في السيارات المستعملة. طلب الضابط من بوعزة أن يأتيه بواحدة من تلك الأوراق، وأخرج من حافظة نقوده 200 درهم، قال له إنه يريد استبدالها. لم يمانع الرجل، دخل إلى بيته وبعد لحظات خرج يحمل ورقة نقدية من فئة 200 درهم لم تستعمل من قبل. لما ركب الضابط الممتاز سيارته ربط الاتصال بالعميد الإقليمي مراد أبو العواطف، أبلغه بما وصل إليه ثم طلب منه أن يذكره بالسلسلة الرقمية التي توجد بينها أوراق 200 درهم التي سرقت من ذلك المحاسب في جليز. كانت المفاجأة كبيرة، لقد صار المحققون شبه جازمين بأن خالد المرزقاني واحد من اللصوص 3 الذين نفذوا الاعتداء الذي تعرض له المحاسب. صار لدى المحققين أيضا شكوك قوية في وجود رابط ما بين عملية السطو والجثة المقطعة الأوصال التي عثر عليها في مزبلة سوق الخضر بباب دكالة. تقرر القبض على خالد المرزقاني. جمع العميد أبو العواطف في مكتبه أعضاء فريق المحققين وأبقى على المراقبة لصيقة بالمرزقاني. لقد بينت التحريات أن عمليات السطو التي شارك فيها في فرنسا جعلت منه مجرما خطيرا، ولذلك فإن العميد الإقليمي رئيس مصلحة الشرطة القضائية بمراكش كان حريصا على التخطيط للقبض على المرزقاني دون أن يعرض حياة أعضاء فريقه لخطر كبير. لم يسقط من حساباته احتمال توفر المرزقاني على سلاح ناري. تم تكوين 3 فرق على رأس كل واحدة منها ضابط موثوق في خبرته. كان على الفرقة الأولى التي تتكون من 6 أفراد أن تحتل أسطح المنازل المجاورة لمنزل المرزقاني في زنقة الجزارين. كان على الفرقة الثانية وتتكون أيضا من 6 أفراد أن تقوم بعملية المداهمة. وكانت الفرقة الثالثة وهذه تتكون من 10 أفراد كان عليها أن تكون مستعدة للتدخل وتتخذ موقعا لها في جوار المنزل. تم تحديد 6 من صبح الغد موعدا للقبض على خالد المرزقاني. كان المؤذن ينادي إلى صلاة الصبح ذاك 29 غشت لما أخذت كل فرقة مكانها. في 6 تماما تم اقتحام المنزل. بوغت خالد المرزقاني وهو يخرج مذعورا من الغرفة التي كان نائما فيها. لم يترك له مجال للمقاومة أو حتى الكلام. تم تصفيده وبدأت بحضوره عملية تفتيش للمنزل. لاحظ الضابط الممتاز أحمد البدريسي وجود أكياس رمل وقطعا من الزليج وكيسي إسمنت وفأسا ومسحاتا في بهو المنزل، وكأن أشغالا أجريت حديثا في المكان. نزع أحد الضباط زربية كانت مفروشة في البهو فظهر مكان حفر حديث لم يكن قد وضع عليه الزليج بعد. في إحدى الغرف داخل خزانة بالية تم العثور على الكيس الذي سرق من محاسب تلك الشركة في جليز، كان يحتوي على ما تبقى من المبلغ المسروق. على الفور
تم إبلاغ رئيس مصلحة الشرطة القضائية بالنتائج الإيجابية التي حققتها مداهمة منزل خالد المرزقاني. انتقل العميد أبو العواطف إلى زنقة الجزارين، كما حضر الوكيل العام للملك، وطلب حضور أفراد من مصلحة الصيانة بالعمالة، وصدر الأمر بحفر المكان الذي بدا وقد أجريت به أشغال حديثا. كان المرزقاني يلتزم الصمت، يتابع ما يجري. بعد ضربتي فأس دهش الجميع لاكتشاف جثة في المكان. كانت جثة رجل في الثلاثين من العمر، وكانت تحمل عدة آثار لطعنات بأداة حادة. بأمر من وكيل الملك تم إخراج الجثة من تلك الحفرة ونقلت إلى مستودع الأموات لتشريحها. سارع رجال مصلحة التشخيص القضائي إلى أخذ بصمات الجثة، وتبين أن القتيل يدعى جليل العبدي، وأنه من مواليد مراكش في العام 81-900 وألف، كما أنه كان من ذوي السوابق وقضى بدوره مدة في سجن علي أمم بمراكش. علم المحققون أنه غادر السجن 10 أشهر قبل الإفراج عن خالد المرزقاني. ولإثبات الصلة بين الجثة التي وجدت مقطعة الأوصال في باب دكالة والجثة التي عثر عليها مدفونة في منزل زنقة الجزارين، تم أخذ عينتين من دمي الجثتين وعينة ثالثة من دم خالد، وأرسلت إلى المختبر الوطني للشرطة العلمية بالرباط لمقارنتها ببقع الدم التي عثر عليها في الملابس التي وجدت في الكيس الذي وضعت فيه الجثة المقطعة. بعد يومين جاءت النتائج مؤكدة أن الدماء تعود إلى خالد المرزقاني والحسين الخلوي وجليل العبدي. الثلاثة كانوا معا وشاركوا في عملية السطو على 150 مليون سنتيم التي كان يحملها محاسب شركة النهضة. كان الكيس الذي عثر عليه في منزل خالد دليلا آخر. أيقن المحققون أن خالد المرزقاني شارك في جريمتي القتل وفي جريمة السرقة. لديهم الآن ما يكفي من الأدلة لتطويقه. مر خالد المرزقاني إلى الاعتراف، حكى بداية تفاصيل حياته مع والده في فرنسا إلى حيث هربه بعد أن طلق أمه. حكى كيف تركه للشارع ولقدره، وكيف احتضنته أوساط الجريمة في باريس، وكيف صار مجرما إلى أن تم ترحيله إلى المغرب. قال إنه بعد أن غادر سجن علي أمم كان يقوم باعتراض سبيل المرة، يسلب منهم أموالهم تحت تهديد السلاح. وذات مرة التقى رفيق الزنزانة السابق الحسين الخلوي، واتفق على القيام بعملية سطو تمكنهم من الحصول على مبلغ يكفي لتأمين مستقبلهما. كان خالد ذا خبرة في السطو على البنوك. أخبره الخلوي بأنه يعرف موظفا في أحد البنوك كان من الزبناء المواظبين على إحدى الحانات، وكان سكيرا ثرثارا، وقد علم منه أن الرجل ما أن يشرب كأسا أو كأسين حتى يبوح بكل ما يحمله من أسرار. وقد علم منه أن كثيرا من الزبناء يسحبون أموالا بمبالغ ضخمة ويخرجون بها من الوكالة البنكية دون أي إجراءات أمنية، ومنهم محاسب شركة النهضة الذي يأتي نهاية كل شهر لسحب مبلغ يبلغ أحيانا 2 مليون درهم. كانت تلك المعلومات منطلقا لمراقبة تحركات محاسب الشركة. كان المرزقاني والخلوي بحاجة إلى ثالث يساعدهما، ولذلك تم الاتصال بجليل العبدي، وكان رفيقا لهما في السجن، وقد اشترط عليه ألا يتعدى نصيبه من المسروق الخمس باعتبارهما صاحبي المشروع. وافق. اعترف خالد المرزقاني بأنهم لما تمكنوا من سرقة المبلغ تولى إخفاءه في منزل والده بزنقة الجزارين، وتواعد الثلاثة على اللقاء في ذلك المنزل لقسمة ما حصلوا عليه. لما باشروا القسمة انقلب عليهما العبدي، إذ طالب بحصة مماثلة لحصتيهما. اشتد النقاش وعلى الصراخ. نهض العبدي وتوجه إلى المطبخ، وكان أقوى الثلاثة بنية. عاد وفي يده سكين، هددهما ولكنهما تصديا له. جرده خالد من مديته وصوب إليه طعنة قوية في البطن. هوى على الأرض يصرخ. قال خالد إنه خاف أن يفتضح أمرهم، فوجه إليه طعنات أخرى في جهات مختلفة من جسمه كتمت أنفاسه. لما مات
لم يكن من سبيل للتخلص من الجثة سوى بالحفر في بهو المنزل حيث دفنه. كان الحسين الخلوي قد أصيب في يده بجرح عميق، كان يتألم يصرخ من الألم. دار في ذهن خالد أنه لو تخلص منه لآل إليه كل المال. لم يتردد، وجه إلى صاحبه طعنة في الظهر. بعد لحظات كان قد فارق الحياة. يحكي خالد أنه لم يجد سبيلا للتخلص من الجثة سوى بتقطيعها ووضعها في كيس. لما سكنت كل حركة في زنقة الجزارين خرج يحمل الجثة، مضى بها إلى باب دكالة وألقى بها في المزبلة. بقية القصة علمتموها. تم تقديم خالد المرزقاني أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتهم تكوين عصابة إجرامية والسرقة باستعمال العنف واستعمال ناقلة ذات محرك لتسهيل الفرار والقتل العمد. ملفات بوليسية. شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة. لا تنسى الاشتراك في القناة لتتوصل بالجديد، وإذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك ومشاركة الفيديو مع الأهل والأحباب والأصدقاء. بدت رقية وقد استوعبت الدرس على طريقتها، قررت أن تستثمر تلك الأجواء لصالحها. في تلك المرحلة من عمرها كانت قد قررت أن تعمل المستحيل من أجل المال ومن أجل إخراج عائلتها من دائرة الفقر والحاجة. سافرت إلى طنجة، كانت عازمة على التعاطي للدعارة. لاحظت أن تحركاتها مراقبة من أشخاص حسبتهم من رجال الشرطة، فقررت أن تنتقل إلى مراكش. هناك دخلت عالم الاتجار في المخدرات. لما التحقت رقية البرد كخادمة بمنزل إحدى العائلات الثرية بفاس، لم تكن قد تجاوزت الثامنة من عمرها. كان ذلك في العام 94-900 ألف. كان والداها اللذان يسكنان في قرية بأطراف فاس يعانيان الفاقة، وكانت هي كبرى أبناء وبنات الأسرة، وقد اضطر إلى تسليمها إلى تلك الأسرة لقاء مبلغ مالي كان يحصلان عليه كل شهر. في ذلك المنزل وسط زحمة من الخادمات كبرت الفتاة. في ذلك المنزل تفتحت ملامح أنوثتها، ومنه انتقلت إلى بيوت أخرى وعائلات أخرى. كان جمالها يثير الانتباه ولم تسلم، ومع الوقت صارت تستسلم لمن يريدها، لعلها رأت في الاستسلام وسيلة لحماية نفسها ربما. في العام 2004 التحقت بمنزل علال البدوي في درد بيبغ بفاس. هي الآن شابة في 18. كانت الأسرة تتكون من علال البدوي، وكان رجلا ستينيا، وزوجته زهرة. منذ الأيام الأولى لاشتغالها عند هذه الأسرة الثرية علمت رقية أن ربة البيت درجت على التخلص من كل خادمة عندما تلاحظ أن زوجها صار يهتم بها أكثر من اللازم. هي كانت تعلم أن علال رغم سنين العمر التي يحملها على كاهله لم يفقد ميله إلى الشابات من النساء. في الحقيقة سبق لزهرة أن ضبطت زوجها متلبسا، وكانت تعلم علم اليقين أنه صياد ماهر إذا ما وضع إحداهن نصب عينيه. بدت رقية وقد استوعبت الدرس على طريقتها، وقد قررت أن تستثمر تلك الأجواء لصالحها. في تلك المرحلة من عمرها كانت قد قررت أن تعمل المستحيل من أجل المال وإخراج عائلتها من دائرة الفقر والحاجة. وقد وظفت مهارتها في الطبخ لتجعل السيدة زهرة لا تستغني عنها بسهولة إن هي قررت الاستغناء عنها. وبدت زهرة زوجة علال البدوي بدت هي الأخرى وقد قررت أن تتعامل بحذر مع الموضوع. كان عليها أن تحتفظ بالخادمة الشابة الجميلة والاستفادة من مهاراتها، وفي الوقت عينه كانت حريصة على أن لا يظفر الصياد بطريدته. بعد أشهر كان على السيدة زهرة أن تسافر إلى الدار البيضاء لحضور حفل زفاف إحدى قريباتها. وبما أن علال سيبقى في فاس لأسباب ترتبط بتجارته، فإنها ارتأت أن تتخلص من الخادمة بطريقة لبقة. قالت لرقية أن تأخذ عطلة من بضعة أيام تزور خلالها والدتها وإخوتها في البادية، خاصة وأن والدها كان قد توفي منذ فترة ليست بالبعيدة. لم يكن أمام رقية إلا أن توافق،
وقد حرصت زهرة على أن ترافقها إلى المحطة الطرقية حيث شاهدتها وهي تركب الحافلة التي ستقلها إلى قريتها. اطمأنت زهرة وذهبت هي لتركب الحافلة التي ستقلها إلى الدار البيضاء، ولكن حدث ما لم يكن في حسبانها. نزلت رقية من الحافلة ومضت تتجول في المدينة، وفي المساء عادت إلى المنزل، طرقت الباب، فتح علال، قالت له إنها نسيت أغراضا لها في غرفتها وتريد أخذها. سمح لها بالدخول وعاد إلى الصالون حيث كان يتابع مسلسلا تلفزيونيا. لم يدري كم مر من الوقت، ولكنه لاحظ أن الخادمة الشابة تأخرت في غرفتها، وبينما هو كذلك خرجت عليه وقد تزينت، لم تكن ترتدي شيئا. كانت موقنة أن الستيني سيقع في فخها، وكذلك كان. قضت تلك الليلة والليلة التي بعدها في فراش سيدتها. في اليوم الثالث قال لها علال إن زهرة ستعود من الدار البيضاء، ولكن رقية راوغت وادعت أنها أغرمت به وأنها تريد أن تمضي معه ليلة أخرى. لم يكن له من خيار، لقد صار الآن يداريها اتقاء الفضيحة، ثم أليس ما ينعم فيه من خيرات هو من أفضال زوجته عليه؟ في الصبح التالي طلب منها علال أن ترحل حتى لا تكون سببا في مشاكل. في تلك اللحظة ساومته، ظن أنه سيختصر المسافة، فأخرج من الخزانة 5000 درهم وسلمها لها. ألقت بالأوراق النقدية في وجهه وتبعثرت على الأرض. قالت إنها لن تقبل بأقل من 100,000 درهم، 10 ملايين سنتيم، وإنها إذا لم يمنحها ما تريد ستخرج عارية إلى البلكون وستصرخ بأعلى صوتها وتقول إن الحاج علال البدوي اغتصبها. وبينما كان يتساومان رن جرس الباب. امتقع لون علال، حسب أن زوجته قد عادت من الدار البيضاء. لما فتح الباب وجد ساعي البريد. عاد مسرعا إلى الداخل، كان ما يزال يرتجف. دخل غرفة النوم، فتح الصندوق وأخرج 10 ملايين سنتيم وسلمها لرقية. وضعت المال في حقيبتها ثم قبلته على وجنتيه. أغلق الباب وانهار على الأريكة. كان في قرارة نفسه يلعن اليوم الذي أبصرت فيه عيناه رقية. سافرت رقية إلى قريتها، سلمت أمها نصف المبلغ واحتفظت بالنصف الآخر. بعد أيام غادرت القرية وسافرت إلى طنجة، كانت عازمة على التعاطي للدعارة. اشترت ملابس أنيقة تظهر بها وكأنها بنت عائلة ثرية. كانت قد اكترت غرفة مفروشة في وسط المدينة، وكانت تفضل التعامل مع كبار السن، رأت أنهم يدفعون بسخاء. كانت كلما خلت إلى نفسها تحاول أن تجد تبريرا لما تقوم به في حرصها على مساعدة إخوتها على مواصلة الدراسة وإخراج والدتها من دائرة الفقر. بعد أشهر استطاعت أن تجمع قدرا من المال لا بأس به، ولكنها لاحظت أن تحركاتها مراقبة من أشخاص حسبتهم من رجال الشرطة. أدركت أنها لم تعد نكرة، ولذلك قررت أن تنتقل إلى مراكش. كان زبناؤها هناك من السياح الأجانب من كبار السن. ذات يوم وقع أحدهم في حبالها، فتن بجمالها ودفع لها بالعملة الصعبة. في تلك الليلة حصلت على أكثر من 3,000 دولار. في مراكش استطاعت رقية، وقد غيرت اسمها إلى مريم، استطاعت أن تكون ثروة. عادت مرة إلى قريتها، كانت تغدق بسخاء على أمها وإخوتها وأفراد آخرين من العائلة. بدت أمها وقد فطنت إلى أن رقية لا تأتي بمالها عن طريق الكسب الحلال. لمحت رقية إلى أنها ستترك الدعارة، فكرت في دخول عالم تجارة المخدرات، وقد وجدت في خال لها هو عبد السلام العطار خير معين في مشروعها الجديد. كان الرجل فلاحا بسيطا يغط في لباس الفقر. اقترحت عليه أن تدفع له ثمن الحصول على رخصة السياقة، كانت تلك خطوة أولى في مشروعها الجديد. اختارت أن تتخذ من مراكش مكانا لترويج تجارتها الجديدة. نقلت إلى الحمراء أسرتها، كانت قد اشترت لها بيتا في أحد الأحياء الراقية. توارت عن الأنظار، وصار الخال عبد السلام وكيلها في الاتصال بمنتجي الحشيش في كتامة،
لاقت التجارة رواجا. كان عبد السلام يتولى استقدام البضاعة وتوزيعها على باعة التقسيط. بعد فترة ظهرت للرقية فكرة جديدة، صارت من بين المتبرعين الدائمين لإحدى الجمعيات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، بل إنها صارت ضمن الفريق الذي يتولى تدبير شؤون تلك الجمعية. واشترت سيارتين لنقل المعاقين تم تجهيزهما بكراسي خاصة، ومن حين لآخر كانت تنظم للأطفال المعاقين حركيا رحلات في المغرب. كان خال رقية يتولى قيادة الرحلات التي تكون وجهتها المناطق الشمالية، كانت تمثل له فرصا يشحن خلالها أكبر قدر ممكن من الحشيش. وكان وجود المعاقين واسم الجمعية الخيرية المكتوب بالحجم الكبير على السيارة يقيه التفتيش في حواجز الدرك أو الشرطة أو الجمارك. كانت الجمعية قد وظفت سائقا آخر وكان شرطيا متقاعدا. كان الرجل يظهر حبا لعمله وتفانيا في خدمة الجمعية. ذات مرة بينما كان ينظف السيارتين عثر على بضع حبات من بذور نبتة الكيف وبضع وريقات من النبتة تحت كرسي من كراسي سيارة. حسب أنها علقت بقدم أحدهم، ولكن اكتشافه تكرر. لما أبلغ رقية افتعلت حالة غضب وقررت فصله عن العمل بعد أن منحته تعويضا ماليا مهما. وبينما أبلغ الشرطي السابق مصالح الأمن، وبينما صارت تحركات رقية وخالها وسيارات الجمعية تحت المراقبة، ذات مرة وقع الخال عبد السلام في الفخ. كانت السيارة التي يقودها محملة بالحشيش. برأ رقية ولم يجد المحققون ما يثبت تورطها. قررت وقف نشاطها، كانت قد وظفت أموالا هامة مما حصلت عليه في شراء شقق ومنازل في مراكش كتبتها باسم أمها وإخوانها. كان الذكور من إخوانها قد سافروا إلى الخارج لإتمام الدراسة، وكانت البنات في سن الزواج. اطمأنت رقية عليهن، هي الآن في الأربعين وقد صارت تصطاد الشباب. سقطت في حب أحدهم وبدأت مغامرة جديدة في تجارة المخدرات، المخدرات الصلبة هذه المرة. لم تكن تدري أنها بالرغم من انتقالها إلى أجدير كانت تحت المراقبة. في يوم صيفي غادرت أجدير رفقة عشيقها. كانت في غفلة منها قد اشترت كمية هامة من المسحوق الأبيض الكوكايين وألصقتها بأسفل جسمها. في حاجز على الطريق تم إيقاف السيارة الفارهة، فتشت ولم يعثر على شيء، وتم تفتيش عشيقها ولم يعثر على شيء عليه. نجت هي من التفتيش إذ لم يكن في أفراد الحاجز امرأة. ظنت أنها نجت، وبعد بضع عشرات من الكيلومترات كان هناك حاجز آخر في الانتظار. هذه المرة كان بين الدركيين امرأة. أيقنت رقية أنها لن تفلت هذه المرة. باحت لعشيقها بما تحمله على خاصرتها، قالت له أن يوهم الدركيين بالتوقف ثم ينطلق. كذلك فعل. لاحقتهم سيارة الدرك، وفي أحد المنعرجات انقلبت السيارة وهوت في منحدر سحيق. لما وصلت فرق الإنقاذ كان الرجل قد فارق الحياة، وكانت رقية في غيبوبة. نقلت إلى المستشفى. هناك لما جردت من ثيابها اكتشفت أكياس المسحوق الأبيض ملتصقة بأسفل جسمها. كان على الباحثين أن ينتظروا شفاءها لاستجوابها. يوم أفاقت كانت فاقدة الذاكرة، لم تعد تتذكر شيئا. أثبتت الفحوص الطبية أنها فقدت ذاكرتها. أمر وكيل الملك بحفظ الملف إلى أن يجد جديد. ملفات بوليسية. شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة. لا تنسى الاشتراك في القناة لتتوصل بالجديد. وإذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك ومشاركة الفيديو مع الأهل والأحباب والأصدقاء. في 5 شتنبر 88 900 و1000 عند منعطف في الطريق بين شاطئ المهدية والطريق الوطنية التي تربط القنيطرة بالرباط، زاغت سيارة عن الطريق وتدحرجت إلى الغابة المعروفة بسيدي بوغابة. أنهت السيارة مسارها في البحيرة، بحيرة سيدي بوغابة. بعد دقائق لم يعد يظهر منها شيء، ابتلعتها البحيرة.
وبالرغم من أن رجال الوقاية المدنية حضروا إلى المكان غير متأخرين، فإن انتشال السيارة من قاع البحيرة استغرق ساعات. في حطام السيارة اكتشفت جثتان، جثة رجل وامرأة. في المحضر الذي أعده رجال الدرك كتب أن الحادثة المميتة نتجت على الأرجح عن إفراط في السرعة أفقد السائق القدرة على التحكم في السيارة. نقلت الجثتان، جثة رجل اسمه عمر بدلال وزوجته رحمة المصمودي، إلى المستودع البلدي للأموات. الوثائق التي عثر عليها داخل حطام السيارة دلت على أن الزوجين يسكنان في مكناس. أبلغت عائلة الضحيتين عن اختفاء طفل كان يرافق والديه في رحلة استجمام قادتهم إلى مولاي بوسلهام، غير أن سجلات الدرك الملكي والوقاية المدنية لم تتضمن أدنى إشارة إلى أن السيارة التي هوت في بحيرة سيدي بوغابة كانت تقل شخصا آخر غير الرجل وزوجته. كان والد الزوج الحاج علي بدلال لا يفتأ يردد بأنه شبه موقن بأن حفيده الذي لم يعثر له على أثر ما زال على قيد الحياة. سجل بلاغ اختفاء لدى مصالح الأمن في مكناس، ومرت الأيام والشهور. الذي لم يعرف لحظة وقوع الحادثة أن طفلا خرج من السيارة لحظة انقلابها اندفع إلى الغابة، ولعله ظل بعض يوم مغمى عليه. كانت به بضع كدمات ليست ذات خطورة. لما أفاق من غيبوبته مشى الطفل الذي كان في الثالثة من عمره في الغابة، تاه بين الأشجار. ذات صباح بينما كان نائما عند أسفل شجرة بلوط رآه الرئيس عبد الله بوشافة. كان رجلا يسكن كوخا على ربوة تطل على البحيرة، بحيرة سيدي بوغابة. اقترب منها، كان الطفل يغط في نوم عميق. حمله الرئيس عبد الله وتوجه به إلى الكوخ، وضعه على فراشه وغطاه. نام حتى الضحى، ولما أفاق بدا وقد فاجأه المكان. نهض وتوجه نحو باب الغرفة، لحظتها وقع بصره على الرجل الملتحي. كان عبد الله بوشافة في العقد السادس من العمر، وقد عرف بالرئيس لاشتغاله سنوات طوالا صيادا. ولما لم يعد يقوى على ركوب البحر انزوى في الغابة، حيث أقام كوخه واعتزل الناس. كان قليلا ما يمضي إلى مرسى مولاي بوسلهام للحصول على بعض السمك من رفاقه القدامى. لم تكن له عائلة ولم يتزوج، كل ما يعرفه الناس عن الشيخ أنه كان بحارا قبل أن يعتزل البحر ويصير ناسكا. اعتنى الشيخ بالصبي، علمه كيف يعيش حياة الغابة، كيف يستفيد من خيراتها ويتقي ضواريها وحشراتها السامة. كان من حين إلى آخر يصحبه معه إلى الشاطئ، حيث كان يشاهد البحارة وهم يجرون الشباك. لم يكن الشيخ ذا علم، ومع ذلك فإنه علم الصبي المهدي صورا من القرآن كان يحفظها، كما علمه الصلاة، علمه أيضا السباحة. مرت 10 سنوات على حادثة بحيرة سيدي بوغابة لما توفي الشيخ. كانت الحالة الصحية للرئيس عبد الله بوشافة قد عرفت تدهورا في السنين الأخيرة. بقي المهدي وحيدا، هو الآن في 13 من العمر. ظل يسكن الكوخ في عمق الغابة، وظل يتردد على الشاطئ يساعد البحارة في جر الشباك لقاء حظ مما تحمله من سمك. كان يبيع نصيبه حين يكون الصيد وفيرا، وفي أغلب الحالات كان يأخذ ما يحصل عليه إلى الكوخ ليقتات به. عرف بين البحارة بإجادته السباحة والغوص، كان غواصا مشهودا له بالمهارة، وقد ذاع خبره. في 18 سار المهدي ولد الغابة كما كان يسمى أمهر سباح في شاطئ مولاي بوسلهام. استرعى اهتمام بعض المسؤولين في قطاع الرياضات البحرية، رشحوه للانضمام إلى المشاركين في منافسات رياضة الغوص التي كانت تنظمها أندية في الرباط والدار البيضاء. ظل يتابع التمارين طيلة ربيع ذلك العام 2000. التحق بنادي الفتح الرياضي الرباطي، كان نجم منافسات ذلك الموسم إذ احتل الصف الأول في رياضة الغوص. بالنسبة للمهدي ولد الغابة كان الفوز في تلك المنافسات مدخلا إلى مرحلة أحلام جديدة، آفاق جديدة. في صيف العام 2005 تم استقطابه إلى مخيم الشرطة في شاطئ الرمال الذهبية القريب من الرباط. كان بين المؤطرين وأبان عن كفاءة وقدرة.
في الصيف التالي تم استدعاؤه مرة أخرى إلى مخيم الشرطة. قام بتنظيم مباراة في الغوص لفائدة الأطفال، وكانت مبادرة نالت الإعجاب. كان المعروف عن المهدي ولد الغابة أنه في باقي السنة وبعد أن ينفض مخيم الشرطة يعود إلى المرسى حيث يسعى إلى كسب قوته اليومي. انفض مخيم الشرطة للعام 2006 بحفل كان ضمن فقراته تتويج الأطفال الذين فازوا في بطولة الغوص. كانت مناسبة سعى فيها المسؤول عن المخيم إلى مكافأة المهدي، اقترح على رؤسائه إلحاق هذا الشاب البارع في الغوص بصفوف رجال الشرطة. في خريف ذلك العام تلقى المهدي ولد الغابة تدريبا في مدرسة بوقنادل، ثم تم تعيينه في ولاية الرباط ضمن فريق حراس الأمن الذين يجوبون الساحل والغابات المجاورة على صهوات الجياد. اتخذ المهدي رسميا ولد الغابة اسما عائليا، فهو لم يعلم لنفسه اسما عائليا أو نسبا آخر. في 17 من أبريل من العام 2009 كان المهدي ولد الغابة يقوم بدورية رفقة زميل له كان على جواديهما في منطقة قريبة من مجازر الرباط. فوجئ بسيارة تمضي بسرعة مفرطة باتجاه تمارا، ضايقت سيارة وأفقدت سائقها السيطرة عليها واندفعت إلى الحافة وسقطت في البحر. حدث ذلك في ثوان. أسرع المهدي ولد الغابة وزميله إلى الموقع. لما أشرف على البحر من أعلى الحافة لم يكن يظهر من السيارة الحمراء سوى سطحها. دون أدنى تردد شرع المهدي في التجرد من ثيابه بعد أن سلم اللاسلكي وسلاحه الشخصي لزميله، قال له أن يتصل بالقيادة وأن يطلب النجدة. مشى بين الصخور ثم من صخرة مرتفعة ألقى بنفسه إلى البحر. تجمع على الحافة عدد غير قليل من العابرين والفضوليين، كانوا يتابعون ما يقوم به المهدي. لما غاص ظهر بعد دقيقة بعيدا عن الساحل الصخري. كان زميله يشير إلى مكان السيارة التي لم يعد يظهر منها شيء. توجه نحوها ثم غاص بمحاذاتها. حكى المهدي لاحقا أنه لما غاص بمحاذات السيارة بدت له بداخلها امرأة كانت مغشيا عليها فيما يبدو. لم تكن المياه قد غمرت المقصورة بعد. ضرب بيده على الواقية الزجاجية الأمامية. لما فتحت المرأة عينيها أشار لها أن تتجرد من معطفها. صعد إلى السطح، أخذ نفسا عميقا ثم عاد. كانت المرأة قد استجابت. إذ ذاك فتح الباب. كانت عملية شاقة. تمكنت المرأة من الخروج، جذبها إلى الأعلى. على الحافة كثر الفضوليون. لما رأوا المهدي ومعه المرأة هتفوا. في تلك الأثناء كان يقترب من الموقع زورق للإنقاذ تابع للوقاية المدنية. حمل إلى مرسى أبي رقراق، ومن هناك نقل إلى مستشفى ابن سيناء. كان بمؤخرة رأس المهدي جرح لم يتنبه إليه، أصابه دوار وهو في سيارة الإسعاف إلى المستشفى. فقد وعيه، لا يذكر الذي حدث بعد ذلك. حظيت الحادثة باهتمام كبير من وسائل الإعلام التي أشادت بشهامة المهدي ولد الغابة حارس الأمن. وتقاطر على المستشفى صحفيون كثيرون يريدون استجواب الشرطي أو المرأة التي أنقذها من موت محقق. وبينما أتيح لهم الحديث إلى المرأة واسمها مريم الحرار، تعذر عليهم أن يقابلوا المهدي، ذلك أنه كان في غيبوبة منذ 5 أيام. لقد أصيب بكسر في عظم مؤخرة الجمجمة أصابه لما ألقى بنفسه إلى البحر لإنقاذ المرأة. أجريت له عملية جراحية، واستنتج الأطباء أنه لحسن الحظ لم يصب الدماغ. كانت الآنسة عواطف المراضي في جملة الصحفيين الذين رابطوا قرب الغرفة التي كان يرقد فيها المهدي. وبمرور الأيام صارت الوحيدة التي تتردد على مستشفى ابن سيناء، وقد حالفها الحظ إذ حضرت لحظة أفاق من غيبوبته. في اليوم التالي كان قد استعاد وعيه كاملا. استجوبته عواطف اكتشفت أنه كان قليل الكلام. لما نشر الاستجواب جاءته بنسخة من الصحيفة كانت صورته تتصدر الصفحة. سعت إلى معرفة المزيد عنه. علت وجهه مسحة حزن لما سعت إلى معرفة السر وراء هذا الاسم العائلي ولد الغابة. تردد قليلا، وبعد أن أخذ نفسا عميقا بدأ بالحديث.
حكى لها قصته في الغابة في كوخ الرئيس عبد الله بوشافة. توقفت عند معلومة فاه بها المهدي، قال إن الرئيس عبد الله أخبره ذات يوم بأنه عثر عليه في الغابة يوما أو يومين بعد حادثة سير مروعة هوت فيها سيارة في بحيرة سيدي بوغابة وقتل فيها رجل وامرأته. كان ذلك في أوائل شتنبر من العام 1988. قال المهدي إنه عدا ذلك لا يعرف عن قصته أي شيء آخر. وجدت الصحفية عواطف المراضي فيما قاله المهدي ما يتيح لها إجراء تحقيق مثير. عادت إلى سجلات الدرك بالقنيطرة، وجدت الحادثة مسجلة بتاريخ 5 شتنبر 1988. كان السجل يتضمن معلومات منها عنوان الضحيتين في مكناس. سجلت عواطف العنوان، وفي نهاية الأسبوع قصدت إلى مدينة مكناس. فاجأتها السرعة التي وصلت بها إلى العنوان المذكور، وسرها أن والد الزوج الحاج علي بدلال ما زال على قيد الحياة. علمت منه أنه ما زال ينتظر اليوم الذي يعثر فيه على المهدي حفيده الذي لم يعثر له على أثر بعد حادثة بحيرة سيدي بوغابة. تأسيسا على ما قاله الحاج بدلال، تم العثور على مذكرة البحث التي وضعها لدى مصالح الشرطة بمكناس، وكانت مرفقة بصورة للمهدي لما كان في 2 أو يزيد قليلا. أيقنت عواطف أنها اكتشفت عائلة المهدي ولد الغابة. سعت لدى العميد الإقليمي للشرطة بمكناس، وتأسيسا على مذكرة البحث عن المهدي تبينت إمكانية إجراء تحليل للبصمات الجينية للحاج بدلال والشرطي ولد الغابة. وفيما خضع الحاج للتحليل الجيني، حرصت عواطف على أخذ عينة من ريق المهدي دون علمه وإرسالها إلى التحليل، وقد تسنى لها ذلك. جاءت النتائج بعد بضعة أيام تثبت الرابطة الأبوية بين المهدي ولد الغابة والحاج بدلال. كان يتعين في النهاية تنظيم اللقاء بين المهدي وجده. نسقت الصحفية مع السيدة مريم الحرار، واستدعي المهدي كما جده إلى حفل أقامته السيدة الحرار بمناسبة نجاتها من الحادثة. التقى الشاب والحاج بدلال في منزل السيدة الحرار. كانت الأخيرة ترى التدرج في تقديمهما لبعضهما، ولكن عواطف وعكس تريثها السابق بادرت المهدي بأن دعته إلى معانقة جده لأبيه الحاج بدلال. كانت لحظات خلت من كل تعبير إلا ما حملته الدموع والعبرات. قال الجد إنه كان موقنا بأن حفيده لم يمت. منذ ذلك اليوم لم يعد في صفوف الشرطة رجل اسمه المهدي ولد الغابة، صار اسمه الآن المهدي بدلال. ملفات بوليسية. شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة. لا تنسى الاشتراك في القناة لتتوصل بالجديد، وإذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك ومشاركة الفيديو مع الأهل والأحباب والأصدقاء. في العام 2000 كان العميد الممتاز إبراهيم الحمدي يستعد للإحالة على المعاش. كان ينتظر أن يتم ذلك خلال أشهر قليلة، ومع ذلك فإن الذين عملوا إلى جانب الرجل لم يلاحظوا أدنى تراجع في تفانيه في أداء واجبه، إلا ما كان من تباطؤ في حركته بفعل ثقل السنين. في صبح 2/15 من العام 2000، ما أن دخل مكتبه وكان أول من وصل إلى المفوضية، مفوضية دائرة سيدي موسى بسلا، حتى رن الهاتف. أبلغته قاعدة الاتصالات بأن عجوزا عثر عليها فاقدة الوعي في باب مسكنها الكائن بالعمارة 20 في زنقة الملقي. لم يكن مساعدوه قد التحقوا بعد بالمفوضية، ولم يجد أمامه سوى مفتش متمرن، ولذلك لم يكن أمامه من خيار سوى الانتقال بنفسه إلى عين المكان. لما وصل وجد في باب العمارة جمعا من السكان ومن المارة قد تحلقوا حول العجوز. كانت واقعة على الأرض. بدأ أن بعضهم حاول إخراجها من غيبوبتها بوضع بصلة مشطورة في متناول أنفها، لكن لا يبدو أن ذلك أفاد في شيء. تعرف بعض المتحلقين حول المرأة إلى العميد الممتاز إبراهيم الحمدي.
أفسحوا له. تقدم نحو العجوز، كانت جسدا ضئيلا ملقى على الطريق. جس نبضها، ما زالت حية. طلب العميد سيارة إسعاف لنقلها إلى المستشفى، لم تتأخر في الوصول. كان قد التحق بالعميد أحد المفتشين، رافق المرأة إلى المستشفى، وكان العميد قد أمره بمحاولة التعرف على هويتها وأن يستعين بإحدى الممرضات لتفتيش ملابسها عسى أن تكون معها وثيقة تثبت هويتها. في زنقة الملقي أبلغ العميد بأن المرأة معروفة عند الجيران بمفاطنة الطنجاوية، كانت تسكن كوخا في فناء العمارة. لم يدخل العميد إلى الكوخ وعاد إلى المفوضية، حيث انتظر الذي سيأتي به المفتش من معلومات. بعد حين حضر المفتش، ولكنه لم يحمل ما يفيد بتحديد هوية المرأة. في ملابسها لم يعثر سوى على مفتاح الكوخ. أبلغ المفتش العميد بأن الطبيب الذي فحص المرأة استنتج أنها فقدت وعيها نتيجة إصابتها بمرض السكري، وأن الأزمة التي أصابتها قد تذهب بحياتها، وإن أمل استعادتها الوعي يبقى غير كبير، ولذلك فقد تم وضعها رهن العناية المركزة. التجارب التي راكمها العميد خلال سنوات العمل الطويلة علمته أهمية العمل الاستباقي. هو يعلم أن عليه أن يصل إلى هوية المرأة في أقرب وقت، ولذلك أمر أحد أعوانه أن يتوجه إلى المستشفى لأخذ بصمات العجوز. تمكن من ذلك بمساعدة أحد الأطباء. لما عاد إلى المفوضية بشكل تلقائي، عرض جذاذة البصمات التي حصل عليها على الحاسوب. كان عملا روتينيا يقوم به كلما أخذ بصمات مشبوه فيهم أو ضحايا للتثبت من هوياتهم ومعرفة ما إذا كانت لهم سوابق. لم يكن المفتش يتوقع أن يبوح حاسوب قاعدة البيانات بمعلومات مثيرة حول العجوز، ولكن الذي حدث كان له وقع المفاجأة الكبرى. كشف الحاسوب هوية صاحبة البصمات، تلك التي ينادونها في زنقة الملقي بمفاطنة الطنجاوية. إنها فاطمة بنت محمد بن أحمد العروسي، من مواليد العام 30-900 في قرية با محمد. تفيد المعلومات التي ارتسمت على شاشة الحاسوب بأن المرأة موضوع مذكرة بحث صادرة عن شرطة فاس في العام 65-900 من أجل محاولتها قتل زوجها المدعو عبد الله بن دريس الشماخ. كان المفتش يقرأ تلك المعلومات وهو لا يكاد يصدق أن العجوز التي تركها في المستشفى متورطة في محاولة قتل. أبلغ المفتش رئيسه بتلك المعلومات، كان يتوقع أن تفاجئه، ولكن لا شيء من ذلك. فالعميد تعلم خلال سنوات الخدمة الطويلة أن أسرارا كثيرة تكمن أحيانا وراء ملامح توحي بالبراءة. نقل العميد الحمدي تلك المستجدات إلى وكيل الملك الذي أمر بالحصول على كل المعلومات الخاصة بطلب التوقيف الصادر ضد المرأة وبهويتها وبالقضية المطلوبة من أجلها وتاريخ صدور مذكرة البحث. كل ذلك من شأنه أن يكون أساسا لما سيتخذ لاحقا من إجراءات. أبدى العميد ارتياحا لأن تحديد هوية المرأة سيسهل المهمة الموكولة إليه. أخذ الأمر الآن منحا آخر بالنسبة للعجوز، فبعد أن كان الأمر يتعلق بامرأة عثر عليها فاقدة الوعي، وجد العميد نفسه الآن يتعاطى مع امرأة مطلوب توقيفها. بعد 3 أيام في 18 يناير بعيد فجر ذلك اليوم، استعادت مفاطنة الطنجاوية وعيها. أثبت الدواء الذي حقنت به نجاعته. لم تكن مفاطنة تدري أن العالم الصغير الذي أفاقت عليه صار يعلم هويتها الحقيقية. بالنسبة إليها فإن فاطمة بنت محمد العروسي هي هوية امرأة فارقتها في العام 65-900، هي ذكرى، مجرد ذكرى بعيدة، لعلها الآن تكره أن تذكر بها.
لم تكن ميفاطنة الطنجاوية تعلم أن بصمات أصابعها العشرة وشت بها وكشفت ما كان مستورا. بعد أن فحصها الطبيب وأيقن من أن السكري تراجع إلى مستواه الطبيعي، لم يعد هناك الآن ما يبرر بقائها في المستشفى. كانت رهن الحراسة، والآن لم يعد أمام العميد من خيار غير وضعها في حالة اعتقال. كان سنها المتقدم يقتضي التعامل معها بطريقة خاصة. أحضرت العجوز إلى مقر مفوضية دائرة سيدي موسى بسلا. أدخلت مكتب العميد. كان مساعدوه يراقبون كيف سيتعامل مع المرأة التي تدعو حالتها إلى الشفقة، ولكنهم مع ذلك يعلمون أن قيامهم بواجبهم يملي عليهم الإمساك عن الانسياق وراء العواطف. جلست العجوز على كرسي مقابل لمكتب العميد. بدأ استجوابها، وكما هو معمول به بدأ العميد بسؤالها عن هويتها، وبتلقائية لم يكن يتوقعها قالت المرأة إنها تدعى فاطمة بنت محمد بن أحمد العروسي، وإن جيرانها ينادونها أم فاطمة الطنجاوية. لم تكن لديها بطاقة تعريف وطنية، ومع ذلك فإن بصماتها كانت مدرجة في قاعدة البيانات. رجح العميد أن يكون ذلك تسنى في السجن، ولذلك كان سؤاله التالي حول سوابقها. استرجعت العجوز أنفاسها وقالت بنبرة خلت من كل ما قد يظهر الحسرة إنها أدخلت السجن لما كانت شابة. صمتت قليلا ثم انطلقت تحكي مغامرات الشباب والدعارة التي قادتها إلى السجن. لم يقاطعها العميد، بدا له أنها مهيئة لتلقي أي خبر مهما كان مؤلما. قال لها إن شرطة فاس تبحث عنها منذ ما يزيد عن 15 عاما. حاول العميد أن يوهمها بأنه يعتقد أن هناك خطأ ما حول الموضوع وحول سبب صدور مذكرة الاعتقال. صمتت المرأة، استجمعت قواها وأقرت بأنها قامت هناك في فاس بما يستوجب البحث عنها واعتقالها. قالت إنها كانت تنتظر اليوم الذي سيكون عليها أن تجيب فيه عن كل الأسئلة وأن تدفع ثمن ما ارتكبته. تدفقت من عينيها الغائرتين دمعتان لم تستطع أن تمسكهما. قالت إنها سعيدة لأنها تدفع الثمن في الدنيا قبل الآخرة. ما أن أتم المفتش الموكول إليه كتابة المحضر جملتها الأخيرة حتى خيم على مكتب العميد الصمت. كان الحاضرون ينظرون إلى المرأة مشدوهين. أبهرتهم تلقائيتها وإيمانها بقدرها. أذهلهم أيضا سعة صدر العميد إبراهيم الحمدي. كان على أم فاطمة الطنجاوية أن تحكي كل التفاصيل، أن تبوح بكل تلك الأسرار التي ظلت طوال السنين التي مضت تثقل ضميرها. فالعجوز التي تخرج كل صباح من كوخها في فناء عمارة زنقة الملقي لتتسول ما تقتات به في أزقة المدينة، إنما انتهت بها الأيام إلى تلك الحال بعد أن فقدت عافيتها بعد جمالها. قرية أبا محمد حيث ولدت في العقد الثالث من القرن الماضي بعيدة الآن. تستحضر أم فاطمة الطنجاوية ذكرياتها، أحيانا تحاول ترتيبها وأخرى تلقي بها كما حضرتها. قالت إن الفقر الذي كانت تعيشه أسرتها جعلها لما بلغت 10 أو أكثر من ذلك بقليل تغادر القرية لتعمل خادمة في البيوت. كانت ربات بيوت كثيرات بدعوى تعليمها قواعد القيام بشأن المنزل تلجأن إلى ضربها أحيانا إلى حد التعذيب. ولما بلغت 15 أو 16 من عمرها صارت طريدة سهلة للمراهقين من أبناء مشغليها. لم يكن هناك من يحميها، بل إن ربات البيوت في أحسن الأحوال لما تفتضح أفعال أبنائهن كن تتهمنها بأنها من تجري وراءهم وتغريهم. كان الاغتصاب الذي تعرضت له أكثر من مرة بداية الطريق إلى الشارع، ولما خرجت إلى الشارع كانت فتاة في ربيعها 17. تلك كانت بداية رحلة أغلب مراحلها مأساوية.
أكيد أن العميد إبراهيم الحمدي رئيس مفوضية دائرة سيدي موسى بسلا لم يكن يعلم ذلك 15 يناير من العام 2000 أنه سيكون أمام عجوز تخفي وراء أسمالها وهويتها الزائفة أسرارا على قدر غير قليل من الخطورة. في ذلك اليوم لما أبلغ باكتشاف عجوز مغمى عليها قرب سكنها في زنقة الملقي، تنقل العميد الذي كان ينتظر أن يحال على التقاعد بعد أشهر إلى عين المكان. علم أن المرأة معروفة بمفاطمة الطنجاوية وأنها تقيم في كوخ في فناء العمارة رقم 20 بزنقة المالقي. يعلم الجيران أنها كانت تخرج كل صباح تمضي إلى السوق تتسول ما تقتات به، وعدا ذلك لم يكن يعلم عنها أحد شيئا آخر. العميد الحمدي الذي راكم تجربة طويلة أمر بأخذ بصمات المرأة التي كانت في غيبوبة بعد أن نقلت إلى المستشفى. فاجأ المفتش الذي قام بإدخال البصمات إلى قاعدة البيانات أن الشرطة في فاس أصدرت مذكرة بحث عن المرأة في العام 1965 لاتهامها بمحاولة قتل زوجها عبد الله بن دريس الشماخ. اسمها الحقيقي فاطمة بنت محمد بن أحمد العروسي، وهي من قرية با محمد. بعد أن أفاقت من غيبوبتها الناتجة عن إصابتها بمرض السكري، رأينا أمس أن العميد أحضرها إلى المفوضية لاستجوابها، وقد كانت مفاجئة العفوية التي نطقت بها العجوز. أقرت بهويتها الحقيقية وأقرت بأنها مطلوبة من الشرطة في فاس لأنها ارتكبت فظاعة. رسمت ميفاطنة الطنجاوية مسار حياتها، حكت كيف سلمتها أسرتها الفقيرة لتعمل خادمة في البيوت، وكيف صارت طريدة سهلة للمراهقين من أبناء الأسر التي اشتغلت عندها. حكت ميفاطنة الطنجاوية كيف استسلمت للشارع وهي شابة في ربيعها 17. كانت جميلة في بساطتها، استسلمت للشارع، كانت في متناول كل من يريدها لقاء دريهمات. لما صارت في 19 احترفت البغاء، اكترت منزلا، قررت أن تترك الشارع وأن تجعل الفنادق الفخمة وجهتها. هناك ظنت أنها ستلتقي أناسا آخرين أكثر مالا. تتذكر العجوز أنها لما كانت تمتهن الرصيف كان يلاحقها شاب كان يعمل ماسحا للأحذية، كانت تكرهه، تنعته كلما مر بها بالمتسخ والمعدم والمزلوط. كانت ملاحقته لها تدخل في إيقاع حياتها اليومية على الرصيف. ولما انقطعت عن الشارع اختفى ماسح الأحذية. مرت بضع سنوات، وذات مرة بينما كانت الجميلة تدخل أحد الفنادق الفخمة إذا هي بشاب أنيق الملبس لا تخطئ العين ما به من وسامة، نظرت إليه نظرة فيها كثير من التعالي وغير قليل من تجاهل اصطنعته. دخلت بهو الفندق في زاوية منه مقهى، جلست إلى طاولة، وضعت حقيبتها اليدوية، وفجأة لحق بها الشاب. لما اقترب منها سألها إن كانت تأذن له بالجلوس. يا له من شاب ويا لأدبه، كذلك حدثت نفسها. قالت له تفضل، ما أن جلس الشاب حتى سألها ألا تذكرينني؟ نظرت إليه، قالت إن ملامحه ليست بغريبة عليها. لم يترك لها متسعا للتذكر، قال لها إنه هو ماسح الأحذية المتسخ المعدم المزلوط، ذاك الذي كانت ترفض الحديث إليه لما كانت ترتاد الرصيف. أخرج من جيبه حافظة نقود كانت بها أوراق نقدية كثيرة، دعاها لقضاء عدة ليالي معه. لم تطل التفكير، ما يهمها أساسا الآن هو ما بيده من مال، أما ماضيه ماسحا للأحذية ومتسخا ومزلوطا فذاك شأن يعنيه هو فقط. علمت منه لاحقا أنه يعمل دليلا سياحيا في المدينة العتيقة، وأنه يحصل من حرفته الجديدة على دخل محترم. بمرور الوقت صار من كان عبد الله السيرور ماسح الأحذية يعتبرها له وحده،
كان يمنعها من الحديث إلى الآخرين. وذات يوم فاجأها بأن طلب منها أن يتزوجها. وافقت، لأن السنوات التي أمضتها في الشارع ومتنقلة من حضن إلى حضن كشفت لها حقيقة الحياة المأساوية التي تغرق فيها. صارت فاطمة ربة بيت، زوجة وأما لأربعة أطفال. كان عبد الله الشماخ زوجها مدمنا على الخمر، وكانت طبيعة مهنته تجعله يلتقي برجال ونساء من مشارب مختلفة. كان لا يأوي إلى منزله إلا في ساعات متأخرة من الليل، كان يأتي ثملا، وكان عليها أن تتحمل مزاجه المتقلب. ولكن الذي لم تقوى فاطمة على تحمله أن يدخل عليها امرأة أخرى أجنبية. لما اكتشفتها معه ذات صباح في إحدى غرف المنزل، تسلحت بمدية أخذتها من المطبخ. كان هناك يعانق الأجنبية، قصدته، وجهت إليه عدة طعنات. في تلك الأثناء فرت النصرانية في أزقة المدينة، لاحقتها ولكنها لم تدركها. تحكي أم فاطمة الطنجاوية أنها لما عادت وجدت الجيران وقد تجمعوا بباب مسكنها. كانوا يستنكرون العمل الرهيب الذي قامت به، قالوا إنها قتلت زوجها على مرأى من أطفالهما. تسللت إلى الداخل، أخذت محفظة ثم خرجت. كان الجيران منهمكين في محاولة تهدئة الأطفال. أسرعت فاطمة الخطى وابتعدت. بعد أيام كانت في سلا، باعت ما كان معها من حلي واكترت غرفة مع الجيران. كان عليها أن ترتب حياتها الجديدة. صارت تعمل في البيوت، تغسل الملابس وتنظف لقاء أجر زهيد. كانت تريد أن تنسى الزوج والأولاد. قضت سنوات على هذا النحو. لما صارت لا تقوى على العمل تراجع زبناؤها، ولم يعد لديها من مورد للعيش. صارت تتسول ما تقتات به ثم تأوي إلى كوخها في فناء العمارة. بعد أن انتهى العميد إبراهيم الحمدي من الاستماع للعجوز وتدوين أقوالها في محضر رسمي، أبلغ وكيل الملك الذي أمره بطلب ملف قضيتها من فاس دون ما حاجة لنقلها إلى هناك. أبرق العميد إلى فاس للحصول على الملف بأقصى سرعة، لأن العجوز توجد الآن رهن الحراسة. كان العميد يأمل في قرارة نفسه أن يكون التقادم قد شمل قضية أم فاطمة الطنجاوية. ذاك المساء غادر العميد مفوضية الشرطة بدائرة سيدي موسى منقبض النفس، فقد خلف وراءه تلك المرأة العجوز. لم يخفف من غصته أنه طلب لها طعاما وأوصى لها بغطاء. في صباح اليوم التالي لما حل العميد بمكتبه وجد الرد الذي كان ينتظره من فاس. جاء الرد يفيد بأن الزوج الذي تحسب أم فاطمة الطنجاوية أنها قتلته لم يمت، وإنما أصيب بجرح شفي منه، وأن التقادم يسري منذ ما يزيد عن 10 أعوام، كما أن النيابة العامة في فاس أمرت بحفظ الملف بشكل نهائي. أفادت البرقية بأن عائلة أم فاطمة أخبرت بمكان وجودها. كانت المرأة قد قضت ليلها في مكتب بالمفوضية. لما دخل عليها العميد وجدها تصلي، ولما انتهت من صلاتها قال لها إن معلومات سارة جاءت من فاس، وإن قضيتها صارت مشمولة بالتقادم، وإن متابعتها لم تعد قائمة. فرحت العجوز، ولكن العميد أضاف: والآن عليك أن تستعدي لما هو أحسن. زوجك الذي تظنين أنك قتلته لم يمت، أصيب بجرح ما لبث أن شفي منها. صمت العميد، حسبت أنه سيبلغها شيئا آخر. قال لها: باستطاعتك الآن أن تغادر المفوضية. كانت النيابة العامة قد أمرت بإخلاء سبيلها. شكرت العجوز العميد ثم خرجت، توجهت إلى كوخها في زنقة المالقي. بعد الذي سمعته من العميد اجتاحتها رغبة جامحة في احتضان أبنائها. جمعت بعض الملابس وأخذت بعض المال مما كانت تحتفظ به
ثم قصدت محطة القطار. كانت المرة الأولى التي تركب فيها القطار منذ أن نزلت منه في العام 65 900 وألف. لحظتها كانت في بداية سنوات الهروب. في 10 من صبح اليوم التالي وصلت أم فاطمة الطنجاوية إلى فاس. في تلك اللحظة حل بمفوضية سيدي موسى بسلا رجل برفقته امرأة شابة. كان الرجل هو زوج العجوز عبد الله الشماخ، ولم تكن الشابة التي معه سوى ابنته سناء. بعد توجههما إلى الكوخ اكتشف أن المرأة قد رحلت. في فاس قصدت فاطمة الحي الذي كانت تقطنه. ملامح الحي تغيرت، كانت تريد أن تستكشف الأخبار. كان بالقرب من الدرب المفضي إلى المنزل بائع نعناع، كان الموقع يتيح مراقبة جيدة للحركة. السنوات التي قضتها متسولة في أزقة سلا ساعدتها على افتراش قارعة الطريق ومد اليد إلى المارة. اكتشفت أن أولادها ما زالوا في ذلك المنزل. علمت من بائع النعناع أن كبراهن سناء تعمل ممرضة في المستوصف القريب، وأنها ترعى والدها وإخوتها. علمت أيضا من بائع النعناع أن زوجها عبد الله أدى فريضة الحج. توطدت علاقة أم فاطمة الطنجاوية ببائع النعناع، ولذلك قبل أن تأوي في الليل إلى مكانه. ذات صباح جاء الرجل يريد أن يستعيد مكانه، وكانت العجوز نائمة، كذلك بدا له. تريث، ولما لاحظ أنها لم تستيقظ سعى إلى إيقاظها، ولكنها كانت في غيبوبة. استعان بأحد المارة ونقلها إلى المستوصف. هناك تولت الممرضة، ولم تكن سوى سناء العناية بها. لما فتشت ملابسها وجدت عليها أوراق الطبيب التي تفيد بأنها تعاني من مرض السكري. اكتشفت سناء أن التي أمامها هي فاطمة بنت محمد العروسي. كانت معها وثيقة من مفوضية الشرطة بسيدي موسى تؤكد أنها لم تعد موضوع بحث من قبل الشرطة في فاس. أيقنت سناء أن التي أمامها هي أمها. استأذنت رئيسها للذهاب إلى المنزل. هناك وجدت والدها يتناول وجبة الفطور. كان معه شقيقها عادل. لم تقوى على كتمان ما علمت، أبلغتهما وعلى الفور نهض إلى المستوصف. كانت لا تزال مغرقة في غيبوبتها. كان عبد الله يترجى الطبيب أن يعمل المستحيل لإنقاذها، علها تنعم ولو قليلا بأبنائها. تم نقلها إلى المنزل بعد أن حقنت بالدواء الذي كان قد وصفه لها الطبيب في سلا. قضى عبد الله وأبناؤه ما بقي من النهار حول فاطمة الزوجة والأم العائدة من غياب طويل. وفي لحظة ما من المساء فتحت عينيها، همست بنتي سناء. لم تصدق سناء، ارتمت في حضنها، عانقتها بحرارة. كانت عيناها تدمعان. تعاقب على حضنها الباقون، ومنهم عبد الله، الحاج عبد الله زوجها الذي حسبت أنها قتلته. ملفات بوليسية. شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة. لا تنسى الاشتراك في القناة لتتوصل بالجديد. وإذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك ومشاركة الفيديو مع الأهل والأحباب والأصدقاء.